في ثلاث مراحل بيعدي فيها البرنامج. اول حاجه البارت، تمام، وده الحاجه اللي انا برسمه اللي هو الايزومتريك اللي احنا نعرفه، تمام. ثاني حاجه الاسمبلي، ثالث حاجه دروينج شيت. طب اول حاجه لازم امشي عليها بالترتيب، لازم تمشي عليها بالترتيب. في الاوتوكاد كنت برسم 2 دي على طول، لما هنا في السوليد وورك او اي برنامج 3 دي، تمام، بترسم سكتشات بسيطه جدا خلاص وتديها اوامر 3 دي. بعد كده بتحصل بقى على الايه، على البارت اللي انت محتاجه عشان تعمل بيه اسمبلي، خلاص. طيب بعد ما اعمل اسمبلي، الاسمبلي ده ايه فايدته؟ خلاص انا هشوف الجسم بتاعي او الحاجه اللي انا بعملها شغاله كويس ولا لا. طب اشتغلت كويس، خلاص ببتدي مرحله التصنيع. طب اصنع ازاي؟ يا بستخدم مكن سي ان سي، وده بيستخدم امتدادات دي اكس اف، تمام، زي الكاد بالظبط كده. طيب لو انا بعمل اي حاجه ثانيه، بعمل 3 دي برينتنج، يبقى الامتداد بتاعه اس تي ال، ودي هنشوفها بعد كده. بعد ما عملت الاسمبلي بتاعي وتاكدت ان الدايمنشنز كلها مظبوطه، بدخل بقى على ايه، على الدروينج شيت. طب الثلاث حاجات دي اشوفهم ازاي؟ هتلاقي كده من قائمه فايل نيو، دي في اي برنامج المفروض انت عارفها، او كنترول ان، لو ضغطت كده هتلاقيه بيقول لك ايه، ثلاثه اوبشنز عندك. اول اوبشن عندك البارت، ثاني حاجه الاسمبلي، ثالث حاجه الدروينج. طيب البارت عندنا هشتغل عليه الاول، اقول له اوكي. بس انت طبعا هقول شويه نوتس كده، اول ما تسطب البرنامج بيطلع لك قائمه، اول ما تضغط نيو قائمه صغيره كده بيقول لك الدايمنشنز بتاعتك. الدايمنشنز بتاعتك بتشتغل اس اي اللي هو المليمتر مثلا بالجرام وهكذا بالثانيه، تمام، يعني انا بشتغل اليونتس اللي انت عايزها. اوكي طيب هنيجي بعد كده نقول له البارت بتاعنا. ده شكل البرنامج اول ما ابتدي اشتغل عليه، خلاص. طيب اول حاجه عندي لازم اعرفها القائمه اللي على الشمال دي، ده اسمها فيتشر تري مانجر، تمام. فيتشر تري مانجر ديت موجود فيها كل الاوامر اللي عندك او كل حاجه بتعملها بتتسجل ايه على الشمال هنا، خلاص. طيب الجزء الثاني عندي الريبنز. الريبنز دي موجوده في من بدايه اوفيس 2007، خلاص. كان البرنامج قبل كده لو شفتوا نسخه قديمه بيعبره عن ايقونات صغيره. هنا بعمل لك نظام ريبنز كده، قوائم تشتغل عليها زي الفيتشرز، ودي اللي موجود فيها اوامر ال 3 دي. تاني حاجه السكتش، ودي موجود فيها اوامر ال 2 دي اللي انت هتشتغلها، تمام. ودول اللي همونا دلوقتي، الباقي ده هنبقى نعرفه بعدين ان شاء الله. طيب الفيتشرز موجود فيها اوامر الاكسترود الريفولف السويبت اللوفت والاكسترود كات واللوفت كات وهكذا، تمام. دي الاوامر دي اتعاملنا معاها شويه مع الاوتوكاد 3 دي، خلاص. وليكن يعني الناس كلها ايه، ما مشيتش معاها الموضوع في الاوتوكاد خالص. طيب تاني قائمه عندي السكتش، والسكتش ديت موجود فيها سكتش 2 دي وال 3 دي، خلاص. طب ال 2 دي بيرسم على ايه؟ بيرسم على محورين اكس وواي او اكس وزد او واي وزد وهكذا. ال 3 دي سكتش ما بيرسمش في بلان واحد، بيرسم في الثلاثه بلان مره واحده. طيب تاني حاجه عندي السمارت دايمنشن. انت هنا في قائمه السمارت دايمنشن بتختار الحاجه اللي انت عايز تحط عليها دايمنشن على طول وتديها له، خلاص. فائده البرنامج برضو عن 2 دي اللي انت بترسم اي حاجه من غير دايمنشنز، وبعد كده تحط دايمنشن زي ما انت عايزها من البدايه، خلاص. في الاوتوكاد كنا بنرتبط اللي احنا لازم ايه، او اول ما امشي اقول له ده الطول بتاعه وما ينفعش اغيره، لازم امسحه واعمل من اول وجديد واقعد اعدل. لا هنا بقى التعديل سهل، بمجرد بس ان انت تغير الدايمنشن بتاعك يبقى كده خلاص اللاينز او السيركل او اي حاجه انت بترسمها بتتعدل. طيب في حاجتين اساسيين لازم اكون عارفهم كويس وانا برسم. اول حاجه سمارت دايمنشنز احطها، تاني حاجه اسمها ريليشنز او الكونسترينز اللي انا بستخدمها، الحدود اللي انا بعمل بيها كنترول على السكتش بتاعي. لما باجي ارسم اي حاجه في فرق لما برسم خط وخط بيوازيه، صح؟ طيب لو رسمت خط وخط تاني بيوازيه ده اسمها ريليشنز، اسمها بارل، تمام؟ طيب لو انا دلوقتي رسمت خطين وعايز الخطين دولت يكونوا متعمدين على بعض، بحط ريليشنز اسمها بيرلينديكولر، تمام؟ وهكذا. الريليشنز ديت بتخلي السكتش بتاعي اعمل عليه كنترول. يعني كنترول يعني ايه؟ يعني لما اجي انا احرك حاجه فيه ما الاقوش كله عامل ستريتش معايا، خلاص؟ هننفذ كل الحاجه اللي انا بقولها دلوقتي، بس ايه؟ حاجه كده عشان وانا بشتغل ما حدش يقول لي انت بتعمل ايه، خلاص؟ طيب هتلاقي هنا في الفيتشر تي دي مانجر في شويه حاجات. اول حاجه اسم البارت بتاعك، انت مجرد ما بتسيفه الاسم ده بيتغير، فهو دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه بارت 1. تاني حاجه الهيستوري، ودي الموجود فيها الاوامر بتاعتك. تالت حاجه دي السنسور. السنسورز هنا ديت اداه مفيده جدا، اللي انت لما ترسم الحاجه بتاعتك وعايز تعرف كتلتها فبتدي له بس الماتيريال بتاعتها ويديك كتله،
خلاص، عايز تعرف حجمها ايا كان الشكل اللي معقد ما تقدرش انت تحسب حجمه، بيديك حجمه عامل ازاي وهكذا. خلاص طيب، فاضل بقى معانا القائمه بتاعت النوتيشنز ديت بتاعت الفيوزات نفسه، مش هنستخدمها قوي. رابع حاجه دي الماتيريال، ودي بحدد منها الماتيريال بتاعتنا لما نيجي وقتها هنقول عليها. طيب في ثلاثه بليز موجودين عندي دولت بالظبط كده، زي الاليفيشن والسايد فيو والبلان. خلاص طيب، هنا موجودين ايه؟ ده الفرونت، اسمه الفرونت بلان، ده اسمه الاليفيشن عندنا. تاني حاجه التوب بلان، وده ايه؟ ده البلان اللي احنا كنا شغالين عليه. طب الرايت ده السايد فيو. خلاص طيب، في حاجه زياده هنا اسمها نقطه الاوريجن. نقطه الاوريجن ديت يعني نقطه الاصل بالعربي مثلا، بس النقطه دي مهمه جدا. اللي انا اي سكتش خدها قاعده كده، اي سكتش تيجي ترسمه او اي لاين اي حاجه تيجي ترسمها في البدايه، حاول تبدا من النقطه دي. خلاص خلي النقطه دي دايما جزء من السكتش بتاعك، ماشي؟ طيب دلوقتي ايه؟ خلاص طب انا دلوقتي هعمل سكتش ازاي؟ اللي انا قاعد بتكلم مش بقالي فتره كده، سكتش اعمل سكتش ازاي؟ باجي اختار بلان من دولت وارسم عليه السكتش بتاعي. معلش، ايه نقطة الأوريجن ديت؟ نقطة البرنامج محددة عندي، عامل لها كوردينيت ومسيفها، تمام؟ عارف اللي دي البداية من النهاية بتاعتها، والنقطة دي ثابتة في المساحة الفاضية اللي قدامك دي. المساحة ديت بالظبط عاملة زي الأوتوكاد، مساحة غير منتهية، تمام؟ فأنت مجرد بس ما تدخل على السكتش هتلاقي النقطة دي في النص، فتبدأ منها عشان تيجي بعد كده السكتش بتاعك يبقى في حاجة اسمها فولي ديفاين، هنقولها دلوقتي. خلاص؟ تمام. طيب انا دلوقتي عندي رسمه، تعالى نشوف في رسم 3 دي كده. لو عندي جسم سوليد زي ده كده، تمام؟ ده طبعا في ايه؟ في الفيو بتاعه، لو جيت كده يبقى ده اليفيشن كده، زي سايد فيو كده، بلان، تمام؟ وهكذا. لو انا عارف من البدايه ان انا لما اجي ارسم الدايره دي اللي هنا دي ارسمها في البلان ده اللي هو الاليفيشن مثلا، اللي هو بالنسبه لي هيبقى الفرونت. خلاص لو انا عارف بالظبط انا هرسم ابتدي منين، اختار البلين من البدايه. يعني اختار البلين في السكتش اللي فات ده، اختار البلين من البدايه، يعني الفرونت التوب الرايت. خلاص اختار البلين. طب لو انا مش عارف، ما تشغلش بالك بيه، خش على اي بلين من دولت وقول له ايه، كليك يمين كده او مجرد ما تضغط عليه بس كده هيظهر لك في ايه، في تلات اربع علامات فوق. اول حاجه دي السكتش بتاعي، اضغط على السكتش، تمام؟ هتلاقي ايه، عامل لك اتنين كوردينيت كده اكس وواي. ديت النقطه ديت هي دي نقطه الايه، الاورجن. النقطه دي كده هو البرنامج معرفها عنده، عارف؟ خلاص فانت لما بتبتدي سكتش من النقطه ديت، هو خلاص بيبقى عارف السكتش بتاعك بدايته فين ونهايته فين، مش ما بتحتاجش بقى تعمل ليميت زي الاوتوكاد. طيب هنا الاوامر بقى بسرعه كده اللي بنستخدمها كلنا عارفين بتترسم ازاي. هنا في امر اللاين بتاعي، لاين وسنتر لاين، موجود لاين وسنتر لاين، ممكن ارسم واحد واغير الثاني، هنشوفها دلوقتي. في حاجه ثالثه كده مش هتلاقوها في فيرجن غير في 2015 بس، اللي هو ميد بوينت لاين. خلاص اللاين بيترسم ازاي؟ بيترسم بنقطتين عادي جدا كده، ابدا من نقطه الاوريجن قلت واتحرك يمين شمال واضغط كليك، وبعد كده سيلكت عادي زي انتر في الاوتوكاد مفيش مشكله. ودي بالنسبه لي كده ايه، كده رسمت خط. طيب بالنسبه للسنتر لاين، لو اخترت سنتر لاين برده نفس القصه، ايه، هيرسموا لي سنتر لاين من البدايه، مش محتاج اعمل لايرز زي ما كنت بعمل. طيب ثالث حاجه عندي الميد بوينت لاين، ودي موجوده بس في 2015. هتيجي مثلا من نقطه الاوريجن كده تتحرك يمين، هيعمل لك ميرور لي شمال. خلاص لما كنا بنيجي نرسم دايره قبل كده مثلا، كنا عايزين نعمل ايه؟ كنا عايزين نعمل السنتر لاين كده، والحته اللي فوقها الحته اللي تحت، صح؟ طب انا دلوقتي في الافيلابيلتي بتاعتي اللي هي في الميد بوينت لاين، اللي انا اجي من النقطه اللي في النص واتحرك فوق كده، وكده انا رسمت السنتر لاين بتاعي. طب السنتر لاين هنا ده اترسم سوليد، انا عايز السنتر لاين، صح؟ هل امسحه واعمل واحد من جديد؟ لا، هتضغط كليك بس عليه كده، وهتلاقي فيه قايمة تاني حاجة موجودة اسمها كونستراكشن جيومتري. أول ما تضغط على الكونستراكشن جيومتري ده كده، تضغط في أي مكان فاضي، هتلاقيه حوله لك السنتر لاين.
طيب ايه فايده ان انا ارسم لاين وارسمه وهو اصلا سنتر لاين؟ لازم احوله سنتر لاين او ارسم سنتر لاين اللي هو سنتر لاين. بص هنا في الاوامر 2 دي ممكن ترسم اللي انت عايزه، بس لما تيجي تستخدم اوامر 3 دي السنتر لاين اللي عندك ده مش في السكتش، يعني انت بتحطه كجايد ليك او كحاجه انت تشتغل عليها بس مش موجوده معاك في السكتش. لما تستخدم امر الاكسترود مثلا السنتر لاين ده هو مش هيشوفه خلاص وهكذا. فانت لو في خط عندك انت مش عايزه في السكتش بتاعك حوله سنتر لاين خلاص. طيب انا رسمت الدايره قدامكم كده، نقعد الدايره بتترسم بحاجتين هنا بس، اول حاجه النقطه والريدياس بتاعها، تاني حاجه بثلاث نقط خلاص. طيب انا دلوقتي رسمت الدايره بتاعتي اهيت وعايز اديله ايه البعد بتاعها، انا رسمتها من غير اي بعد. طب الدايره دي عايز اديها البعد بتاعتها اعمل ايه؟ هتلاقي في هنا سمارت دايمنشن تضغط عليه بس تكتبه كده، وتيجي على الدايره على اي نقطه في محيط الدايره وتضغط عليه وتسحبه الجنب بقى فوق تحت. طيب بمجرد ما اضغط بس كده كليك بعد ما علمت على الدايره هو بيطلع لي قائمه صغيره اسمها موديفاي، بكتب فيها الدايمنشن اللي انا عايزه. طب هنا 150 انا كنت عايزه 50، اقول له 50. طيب انا الديفولت بتاعي لما قلت في البدايه يطلع لك قائمه كده فيها اليونتس اللي انت هتستخدمها اس اي جريتش ايا كان تمام. لو ضغطت انتر هيشتغل على الديفولت بتاعي، الديفولت بتاعي مثلا هنا ملي متر. طب انا لو عايز حاجه ثانيه هاجي اكتب له ايه اليونتس اللي انا عايزها مثلا انش. طيب هو هنا برضو بيجي يقول لك ايه في قائمة تانية كده بيساعدك بيها بيقول لك ايه في يونتس موجودة، عايز انت يونت منها ولا لا؟ طيب فرضنا واحد سطب البرنامج وجا اشتغل على الديفولت بتاعه وما يعرفش الديفولت بتاع البرنامج ده ايه. هغيره ازاي؟ هغيره من تحت من هنا، هتلاقيه تحت قوي كده شايفينها الأول. طيب هتلاقي كده كاتب لك ام ام جي ملي متر تمام جرام سكند ام ام جي اس تمام. لو ضغطت كده على ام ام جي اس هتلاقي ايه ده اليونتس اللي انت ممكن تستخدمها، ممكن تغيرها لمتر لسنتيمتر زي ما انت عايز خلاص. يبقى كده الدايمنشنز بتاعي بعمله ازاي؟ بضغط على سمارت دايمنشن من فوق وباجي على الحاجه اللي انا عايز احط لها دايمنشن زي السنتر لاين ده، واسحب على الجنب كده واضغط كليك واحد. بعد كده بكتب الدايمنشنز اللي انا عايزها خلاص 70، فهو بيعدل لي الحاجه على طول لوحده من غير انا امسحها واقعد اعدل فيها تاني تمام. كده الدايره ديت اترسمت ايه؟ اترسمت بنقطه وريديوس. طب هنا هو بيصغر ويكبر الحاجه على حسب اللي انا التعديل اللي انا عدلته، يعني انا لو قلت له 50 ديت كده اعدل على الدايمنشن زائد دبل كليك عليها وقلت له مثلا عايزه 50 هتلاقيه صغير معاك خلاص. هو ده فايدته اللي انت ترسم الحاجه اللي انت عايزها، يعني مثلا ممكن ترسم سكتش كامل في هاند بالماوس كده شمال يمين فوق تحت وهكذا. بعد كده تحط الدايمنشنز بتاعتك هتلاقي الجسم الشكل اللي انت عايزه هو اللي موجود عندك خلاص. ينفع ينفع تمام. لو انتم ملاحظين من البدايه كده وانا برسم، انا ما كنتش عايز اتكلم عليها دلوقتي، وانا برسم لاين كده اول ما بضغط هنا في النقطه الفاضيه ديت واجي اتحرك بلاقيه بيديني ايه؟ بيديني التدريج بتاعي، بيديني الدايمنشنز والايه؟ والزاويه اللي انا شغال عليها خلاص؟ طيب بلاقي ده برده موجود فين؟ بلاقيه موجود هنا في القائمه دي، بس انا بعد ما اضغط ايه؟ بعد ما اضغط كليك. يعني لو ضغطت كليك كده شمال في المكان الفاضي وحددت خلاص اللاين بتاعي خلاص؟ قلت له ايه سيلكت وجيت على اللاين بتاعي كده هلاقي حاطط لي الدايمنشنز بتاعته هنا والزاويه تحت خلاص. بس في حاجه بقى، لو انت استخدمت القايمه ديت وجيت انت خلاص انت حطيت الدايمنشن بتاعتك، تعالى نحط دي 40 مثلا عشان ما يعديش كتير، وجيت انت بعد كده قلت له اوكي من هنا وجيت على اللاين ده رحت جاي كده وسحبته هيعمل ستريتش معاك خلاص. يبقى انت كده ما عملتش ايه؟ ما عملتش كنترول على اللاين بتاعك. كنترول على اللاين اللي انت تحط له الدايمنشنز كده خلاص، كده ما تقدرش ايه تعمل حاجه في الطول، بس تقدر تحركه من مكانه، ودي فايده العلاقات او الكونسترينز اللي انا هستخدمها اللي انا هقول لكم عليها تمام. بس كده عايز ارسم لاين بزاويه، لو انت عايز ترسم لاين بزاويه ارسمه مايل كده خلاص، وعرفه لو انت بقى زاويه ثانيه من غير الاكس والواي عرفه بقى. يعني انت بقى مثلا عندك سنتر لاين كده مرسوم هنا، انت هتعرفه ازاي؟ هتعرف الزاويه بقى بسمارت دايمنشن برضه،
بس تختار خطوط ساعتها. خلاص هنشوفها كمان شويه، يعني مش دلوقتي، بقول شرح بس الاوامر كده بسيطه. حسب يعني مثلا بصوا هنا، ما فيش حد سالني ليه الخط ده لسه لونه ازرق والخط ده لونه اسود. تمام، الخط اللي لونه اسود ده خلاص كده مش محتاج ولا اي دايمنشنز ولا اي ريليشن. تمام، الخط اللي لونه ازرق يبقى لسه عايز تتعدل عليه او تضيف له حاجه. تمام، الخط ده انا اقدر احركه فوق صح، احركه يمين شمال وهكذا. تمام، ليه ما حددتلوش؟ لكن لو قلت له بقى تعالى اللاين ده من النقطه دي، تمام، ودوس على الكنترول بتاعي واخترت نقطه الاصل مثلا كده، هيظهر لي شويه حاجات كده على الشمال بدل فيتشر تري مانجر، هلاقي بيقول لك ايه اد ريليشنز، ده هوريزونتال ولا فيرتيكال ولا فيكس ولا ميرج. طب انا عايز النقطه دي هي نفس النقطه دي، يبقى هستخدم ايه ساعتها؟ هستخدم ميرج. خلاص هتلاقي اللاين ده جاي اتنقل من فوق وجا في الحته اللي انت عايزها من النقطه اللي انت حددتها له. طيب الريليشنز بعملها بختار الحاجتين اللي انا عايز اعمل ريليشنز ما بينهم. تمام، بس بالكنترول. خلاص عندك خط تاني، مثلا انا رسمت خط كده وخط تاني كده، تمام، وانا عايز الخطين دولت يكونوا ايه متوازيين، رسمتهم بس انا عايزهم خلاص يكونوا متوازيين. اعمل ايه؟ اختار الخط الاولاني وبعد كده اختار الخط الثاني بالكنترول واشوف الريليشنز الموجوده. انا عايزه متوازيين، يبقى انا عايز الريليشنز بتاعتي ايه؟ هي البارلل. فدوس على البارلل كده هتلاقيهم توازوا مع بعض. خلاص؟ طيب هنا التوازي ما كنتش حاكمه شويه، يعني ممكن اي خط من دول كان يوازي الثاني. ده كان فيرتيكال مثلا والثاني كان مايل. فهو شاف بالنسبه له الفيرتيكال موجود خلاص، يبقى ايه؟ عدل المايل خليه فيرتيكال. ممكن اعمله العكس، ممكن العكس، بس ده لازم تكون ايه؟ تكون حاطط ريليشنز او كونسترين على الخط الاولاني. بمعنى تعالوا كده نعمل الريليشنز الثانيه ونعرف بتشتغل ازاي. اول حاجه عندي انا خط اهو طوله مش عارف، حطيت انا طوله خلاص والتاني طوله برده وخلاص. تمام، طب انا عايز الاثنين يكونوا طول بعض بحيث لما اعدل واحد التاني يتعدل معاه، ودي فايده ايه؟ العلاقات بتاعتي. لان انا لما اعدل في خط، الخط اللي ما بينه ريليشنز واقول له الاثنين ايكوال يعني الاثنين متساويين هيعدلوا فيه. لو قلت له مثلا سمارت دايمنشن وقلت له الخط ده ايه؟ 37 زي ما هو معمول، وعايز الخط الطويل ده يكون ايه؟ يكون قد الصغير. اعمل ايه؟ برضو ايه؟ اختار الصغير واختار الكبير بالكنترول، اقول واحد وبعد كده تاني واحد واقول له الاثنين ايه؟ ايكوال. طب ساعتها كده انا هبتدي ده دايمنشن، يبقى ده اللي هيصغر لايه؟ ده اقول له ايكوال هلاقي ده صغر. تمام، تعالى اعدل هنا في ده كده اقول له ده عايز 10 تاني صغر معاه. خلاص تعالى اعمل كنترول زد كده ونشوف الفرق. لو جيت انا بقى دلوقتي عايز اقول له الاثنين ايكوال زي ما عملتهم البارل بالظبط وقلت له ايكوال، لقيت التاني ايه؟ صغر. خلاص ليه؟ هو شاف برضو الاصح ليه او شاف اللي يريحه اللي هو ايه؟ يصغر معاه. طب هل ده اللي انا عايزه ولا لا؟ على حسب ما انت عايز. يعني انت لو عايز تحط له دايمنشن هنا وده اللي يشتغل ريفرنس ليه اوكي، عايز تعكس براحتك. فاهمين الحته ديت؟ ايوه، ما هو انت طالما محدد له خلاص هو هيشتغل على اللي انت محدده، يبقى انت كده لزمته بحاجه. طب اللي انت لو ما عملتوش التزام لحاجه هو هيشتغل على اللي هو عايزه. يعني الخط اللي انا بنيت له علاقه هو ده الريفرنس بتاع. ايوه، انت لو انت انا في البدايه عملتها قدامك قلت لك ايه؟ انا حطيت دايمنشن ده 37، بعد كده رحت عامل ريليشنز الاثنين ايكوال، فالتاني راح ايه؟ راح اخد ال 37 الاساسيين. طب انا لو ما كنتش عملت له ال 37 كان واحد من الاثنين هيساوي بعضه الثاني، خلاص ملوش دعوه بقى بعد ده ايه او بعد ده ايه، ولما اعدل في واحد الثاني ايه؟ هيتعدل معايا. ده كده هيبقى ايه؟ يبقى احنا قلت حاجتين دلوقتي في ريليشنز البارلل. تمام، تاني حاجه الايه؟ تاني حاجة ايه؟ الايكوال. خلاص؟ طب تالت حاجة معانا ايه؟ معلش البارل اللي هو بيعمل اللي شايفه اللي هو بص انا عايز واحد اسحب ليه؟ حلو، يبقى انت هتثبت واحد. تمام؟ يعني انت رسمت اهو من النقطة ديت قلت له انا عايز ده كده خلاص؟ ورحت جايب سمارت دايمنشن ومن الخط ده مثلا الخط ده
قلت له انا عايز الزاويه ديت 120 تمام، عايز بقى الخط اللي هو البعيد قوي ده يبقى ايه على زاويه 120 او موازي ليه. هعملها ازاي؟ يبقى انا كده حددت له من البدايه لا ايه انا عايز على 120. انت ايه الدايمنشن اللي ده اللي هو بالظبط على 120؟ اه، فهاجي هنا اقول له اضغط على ده واضغط على الثاني واقول له ايه مالهم بارل، ايه اللي هيحصل؟ الثاني هيتعدل وهتظهر علامات خضراء كده برضه. العلامات الخضراء دي الريليشنز اللي انا بعملها اد، ماشي؟ اي ريليشنز انت بتعمل لها اد دي موجوده. طب انا دلوقتي انا بحط ريليشنز، طب انا دلوقتي ده مثلا خلاص بقى بارل ليه، طب انا عايز اشيله بالمره كده، اشيله ازاي؟ هدوس بس على العلامه الخضراء دي كده لحد الاثنين ما يبقى لونه عامل زي البامبي كده وادوس ايه ديليت كده. هو ايه؟ هو كده الريليشنز اتشال خلاص. طب انا لو عندي ريليشنز في كده خط، يعني الخط ده ريليشنز مع ده بارل وهو مع واحد تاني ايكوال، طب انا هشوف ازاي العلامات ايه معروفه؟ هبقى اكتبها لكم دلوقتي خلاص. العلامات دلوقتي ايه معروفه لكل واحد ايه ايه تمام. طب لو انا لو ريليشنز كتير او شكلها كتير هتلاقي كده فوق في حاجه اسمها ديسبلاي او ديليت ايه ريليشنز، هضغط عليها واختار الخط اللي انا عايزه اعرف الريليشنز اللي موجوده فيه. غالبا ما بجهلهاش، ببقى عارف شكل الريليشن بتاعي وبعمل له ديليت وخلاص. طب ممكن الريليشن تبقى بين اكتر من خطين؟ اه، ثلاثه مع بعض ونفس الريليشن اللي انت عايزه. بص يعني انت دلوقتي انت عندك ثلاث دوائر كده، واحده ايه تاني اهو تالت اهو تمام. انت عندك ثلاثة اهو خلاص وعايز ثلاثة ايكوال، فانا رحت جاي على السمارت دايمنشن كده وحددت الصغير ده وقلت له عايزه 20 تمام. ورحت جاي بقى ايه انا عايز الاثنين دولت يعملوا ايكوال مع ده، هعمل ايه؟ هختار اثنين بس تمام في البداية، ادي واحد تاني واقول له ايه؟ اقول له ايكوال تمام. وبعد كده اخد ايه؟ ياخد ده مع ده يا مع ده، ماشي؟ اقول له ايه ايكوال. هاجي اعدل بقى في واحد، الثلاثه هيتعدلوا مره واحده خلاص تمام. الدايمنشنز دي انا لو عايز اشيلها لحد ما اخلص الشغل بتاعي؟ لا، شكل الارقام والكلام ده مات... لا لا، هو لما رجعت انا في الخط الدايم اللي هو الموازي اه، هل انا كنت بدل ما بحط زي 120 كنت ممكن احط طول بميل ده؟ يعني اي ميل اي احط له اكس واي مثلا؟ لا يعني لو حددت طوله، هل هو وبعدين دوست على الخطين وقلت له بارلل، هل هيعمله بارلل بس بطول مختلف؟ ايوه. لا بصي، الخط ده انا ما حطيتلوش اي حاجه غير البارل صح؟ فالخط ده هو حر في الطول بتاعه. اما الخط ده عشان قصدي يعني مش بدل ما اعمل الزاويه ممكن اعمل ال اه تدي له طول وعرض اللي هو الاكس والواي الكوردينيت بتاعته. انت ممكن دايمنشن اهو مش كافي، بص كده الدايمنشن ده كده الخط ده بقى له الدايمنشن بتاعه بالزاويه هيخلي التمبرال ليه؟ اه الاصل اه اهو. يعني انت عايز تحط الميل بس، انا بحدد له الميل بس خلاص. ده انا حدد له دايمنشن كده، هو ناقصه دايمنشن ثانيه. يعني قصدي اه يعني الدايمنشن هو اللي بيحدد الخط، يعني خلاص بيخلي الخط ده ثابت عندي وانا يعني ده دي حاجه ودايمنشن حاجه تمام. الدايمنشنز بتحكم في طول بس تمام. بارلل ملوش دعوه، خط صغير بارلل خط كبير ملوش دعوه بالدايمنشنز بتاعته خالص. وصلت كده؟ بس ما يعدلش تاني غير لما اقول له ايكو خلاص. طيب كده يبقى معايا البارلل ومعايا قلت الميرج برده في البدايه ومعايا الايكوال. طب فاضل حاجه كمان انت حد ماشي لمين؟ الاولاني. يبقى الاولاني اللي اتعدل فيه مش هيرضى يعدلك. ليه بقى؟ انت ممكن تيجي تحط له دايمنشنز وهيمشي معاك خلاص، تقول له دايمنشنز كده واللي في النص بس، هيجي يديك مش ايرور بقى او ايه، بيديك نوت بس كده يقول لك ميك ذس دايمنشن دريفن. يعني ايه دريفن؟ يعني في اصلا درايف خلاص، الدرايف اللي هو الاساس اللي انا عملته والتاني ده الدريفن بتاعي خلاص. لو قلت له اوكي هيحطه لي بس باللون الجري كده خلاص، مش عايزينه ماشي. بس لما تعدل في ده برضو التاني هو اللي هيتعدل. ايوه بالظبط. اه لا هيعدل الثلاثه، مش هيعدل، هو ما يعدلش غير في الاساسي
ودي الفايده بتاعتي. انا لو عامل لو عامل لو عامل خمسه هول موازيين لبعض وخلاص، وجيت انا بدل ما اركب مسمار 10 عايز اركب مسمار 14 تمام. طب انا دلوقتي هاجي دلوقتي انا كديزاينر محتاج الوقت عامل مهم معايا، وده طبعا عارفينه في الاوتوكاد لما تدخل السيشن وتخلص الرسمه وتطلع كل الكلام ده كله. عامل الوقت في الصناعه مهم، اللي انت دلوقتي لما تيجي تعدل في دايمنشنز الثلاث تانيين يتعدلوا معايا، مش تقعد بقى تعمل تكرر تمام. التكرار ده بيضيع وقت خلاص. يبقى وانت محتاج ايه؟ محتاج يعني انت ممكن بقى بتشتغل على حاجات لارج، حاجات كتيره جدا، فانت لما تيجي تعدل في واحد محتاج تعدل في 50 تانيين خلاص. فالريليشنز دي بتظبط معاك الدنيا. قلت لك اضغط على الريليشنز اللي انت عايزها على المربع الاخضر بتاعها ودوس على الديت، مفيش اسهل من كده. انا بقول لك على الحاجات السهله، في اوبشنز ثانيه ممكن تيجي من القائمه فوق وتعمل ديليت وتختار اللي انت عايزه والليله دي كلها. لا انا عارف الحاجه اللي انا عايزها اعملها ديليت وخلاص. لو عملت سمارت دايمنشن للدايره اللي في النص وبعدين عملت له ميك ات از درايفر، ساعتها هو هيشيل الدايمنشن السمارت من الاولانيه ويخليها في النص؟ لا لا، ما هي دايما كده موجودين الاثنين. لا خليتها دريفر، لو بقى خليتها درايفر يبقى امسح الاولاني، همسح الدايمنشن الاولاني الاول، همسحه الاول انا اللي همسحه، بعد كده اعمله درايف اللي في النص خلاص. وهما كده كده ايه هيعدل بعد كده خلاص. نقولهم بسرعه كده معاك قلم اهو. اول حاجه عندي تمام علاقات ما بين خطين بسرعه كده قبل ما اجيب لها. علاقات ما بين خطين، الخطين يبقوا متوازيين يا عموديين تمام، يا ايه يا متساويين، يا اما في حاجه ثانيه يا اما على استقامه واحده خلاص. اول حاجه ما بين الخط والتاني تمام يبقى عندي ايه البارل بتاعي ايه في السبوره كده. طيب بص انا كده في حاجات بتاعت عشان لا ما عشان المرسم ما حدش يقول لي ده عشان ارسم اشكالهم بس مش هيشوفوها من الصغر بتاعها. بص طيب ده شكله عامل ازاي بسرعه كده. ده شكله عامل كده خلاص. ده ايه؟ ده البرل. تاني حاجه الايكو زيه بس ايه؟ بس هوريزونتال تمام. تالت حاجه الميرج. طب الميرج ديت ما بين ايه؟ ما بين نقطه ونقطه تانيه خلاص. ممكن ما بين خط وخط تاني، ودي بتبقى عامله نقطه كده على الخطين، نقطه على الخط واحد خلاص. طيب رابع حاجه ودي لسه ما شفناهاش، حاجه اسمها ايه؟ كولينيا. الكولينر دي بتخلي لك الخطين على استقامه واحده. اول خط اهو وعامل كده، وده شكل نفس الشكل ده، اللاين لو لاين على استقامه مع لاين تاني هو نفس الشكل بتاعه تمام. خامس حاجه في تاني العمود البرندكلر. تمام البرندكلر بيبقى عامل كده ماشي. السادسه اللي احنا لسه ما شفناهاش حاجه اسمها كوانسيدنت، ودي عامله زي الـ العمودي، بس الفرق بيها بس نقطه كده سودا في النص خلاص. ديت الريليشنز ما بين ايه؟ ما بين لاين ولاين تاني. بيخلي لك مثلا انا قلت ايه على اللاين فوق وعندي نقطه، هي لاين ونقطه تمام، بس حطيتها معاه ممكن لاين ولاين، بس هتختاروا النقط بس تمام، بتختار خطوط يبقى الحاجات دي معاك ماشي. ده الحاجات ايه لاين ولاين. طب ايه اللي ممكن استخدمه ما بين دايره والتانيه؟ يعني احنا غالبا كل الاوامر اللي عندنا عباره يا خطوط يا دوائر صح. طيب البارلل موجوده معايا في الدايره؟ لا ما ينفعش اعمل دايرتين بارلل، ينفع اعملهم ايكوال صح، ينفع اعملهم ايه كوانسيدنت، ممكن السنتر والدايره
بس دي ما مش هستخدمها قوي. بلا مش هينفع في كولينر، لا في في امر زيه مش فاكر اسمه دلوقتي، ابقى نشوفه، بيخلي لك الاثنين ايه لو في عندك ارك كده مقطوع الاثنين هيبقى السنتر واحد بتاعهم واحد او على على امتداده على محيط واحد. خلاص طيب تعال نشوف الايه الحاجات اللي ايه ما بين دايره والتانية. لو انا عندي دايرتين كده عندي دايرتين كده خلاص. طيب اول دايره والتاني دايره دولت انا عايزهم امر تاني تمام اسمه كونسنتريك. كونسنتريك دي ما بين دايره ودايره. طب فايدته ايه؟ بخلي الدايره ديت السنتر بتاعها هو نفس السنتر بتاع الدايره الثانيه. خلاص انا عايز الدايرتين دولت ايه مثلا يجوا في نص هنا موجودين في السنتر بتاع بعض. انا ممكن اجيبهم بدايره بس لو انا بشتغل بريليشنز بعملهم ايه؟ اختار اول دايره بتاعتي كنترول وبعد كده الدايره الثانيه. هلاقي في ايه؟ ريليشنز جديده ما شفتهاش في اللاين واللاين. الحاجه اللي هي اسمها كوريديال ما كنتش فاكرها. تاني حاجه التانجنت ممكن الدايرتين يمسوا بعض. تالت حاجه الكونسنتريك ده اللي انا عايزه والايكو. طب الفيكس ده هنشوفه بعدين اللي انا ممكن اثبت الحاجه دي في مكانه وخلاص. ماشي؟ طيب انا عايز دلوقتي ايه؟ كونسنتريك دايرتين مع بعض. هو حرك لي الكبيره جاب عند الصغيره. لو انا مثبت الكبيره كده لو انا مثبت بقى الكبيره كده وقلت له على النقطه ديت واقول له ايه فيكس خلاص. ده ريليشنز الوحيده ما بين دايره او لاين ده فيكس خلاص. وجيت قلت له ايه انا عايز ايه الاثنين ايه نفس ايه نفس السنتر بتاعهم. اقول له الصغير هيتحرك الكبير. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ حددت انا حاجه هو هيمشي مع اللي انت محدده. ما حددتش هو ليه مطلق الحريه اللي هو يعمل اللي هو عايزه. خلاص في النقطه فيكس ممكن في اللاين تمام تضغط عليه بس لوحده. طيب دلوقتي الكوريديال لو انا عندي ايه لو انا عندي عملت تريم مثلا وموجود عندي اثنين ارك وعايزه على نفس المحيط ممكن استخدمه. التانجنت ما ينفعش يتعامل مع ايه التانجنت ما ينفعش يتعامل مع الكونسنتريك خلاص زي ما ينفعش اعمل بالبندكلر مع البارل. في حاجات اساسيه كده باللوجيك كده ما ينفعش خلاص. في ممكن اعمل ايكوال ممكن اعمل ايكوال بس لو عملت ايكوال ساعتها هيكبر لي ايه اكبر الصغير وصغر الكبير وهكذا ويجيبوا لي الاثنين فوق بعض. ماشي ده كده ايه الريليشنز بتاع الدوائر. بس هو دلوقتي ايكوال ملوش دعوه بالتثبيت. انا ثبته في مكان انا ثبته في مكان ما عطوش دايمنشن تمام. لو حطيت دايمنشن بقى هو ايه هيمشي على الدايمنشن اللي انا حاطه. خلاص دي بس الحاجتين الاساسيين ما ينفعش ادخل 2 دي سكتش من غير ما اكون عرفتهم. خلاص نكمل الاوامر بتاعتنا. عندي بعد كده في ريكتانجل. الريكتانجل بترسم بكذا طريقه. شوف انا اشهر طريقتين بستخدمهم اللي هي الكورنر ايه كورنر ريكتانجل. بحدد له الكورنر الاولاني والكورنر الثاني. خلاص كده الكورنر الاولاني والكورنر الثاني بعد كده احط الدايمنشنز بتاعتي. خلاص تاني حاجه في سنتر ريكتانجل. لو انا عايز ارسم الريكتانجل بتاعي من السنتر بتاعه خلاص اختاره كده واجي من السنتر ده اتحرك كده عليه اعمل لي ايه اعمل لي الاقطار. ماشي في بعد كده في بعد كده بيقول لك 3 بوينت كورنر ريكتانجل. بتحدد له الكورنر الاولاني والكولينر ليه تمام وبعد كده ايه العمودي عليه وهكذا. لما تشوفه تبقى تشوفوه انت بعدين. في بقى البارالجرام ده اللي بيعمل ايه المتوازي الاضلاع. في حاجه بقى سهله بتسهل عليها الموضوع شويه حاجه اسمها سلوت. سلوت دي عشان كنت هاجي اعملها الشكل بتاعها بيبقى عامل كده مثلا. السلوت ده عشان كنت اجي اعمل حاجه زي دي كنت اعمل ايه؟ اعمل مستطيل تمام؟ وبعد كده اعمل دايرتين وبعد كده اعمل ترم. كل ده ممكن تعمله هنا برضه بس ايه؟ بس هو حط لك اداه جديده تقدر تستخدمها بسهوله تمام؟ كل اللي عليك بس ايه؟ تختار الحاجه اللي انت عايزها سواء ستريت سلوت زي اللي عملتها دلوقتي. بعد كده في سنتر بوينت سلوت برضه يعني ترسم السنتر كده وتحرك يمين شمال برضه ايه؟ زي الميد بوينت لاين. وبعد كده وتشوفوا الباقيين انتوا بقى معاكم بقى في البيت اللي هو ايه اه ما انا لسه هقول اهو دلوقتي. طبعا ايه انا عندي دلوقتي اللي بيحكمني حاجتين الدايرتين دولت الريليشنز مش باين عليهم بس الريليشن بيلت ان الامر ده خلاص يعني موجوده في الامر ده.
فكل اللي انا اقدر اعمله حدد له بس ايه دايمنشن بتاع نص دايره من دولت وضلع او السنتر اللي في النص. خلاص يعني دلوقتي سمارت دايمنشن بتاعي وحدد له نص دايره بتاعتي. وهنا بالريديوس لما برسم دايره برسمها بالدايمتر. خد بالك من الحته دي، برنامج مفيش ايه ريديوس ولا دايمتر، دايمتر في الدوائر الكامله. لما ارسم ارك مثلا او ارسم نص دايره زي السلوت ديت بتعمل بالار اللي هو الريديوس. خلاص فاقول له ايه الريديوس بتاعي 15، هتلاقيه هو عامل له ابديت وصغره، فاضل بس الدايمنشن الثاني اللي هو الايه الجزء ده، اقول له مثلا ده 100 هيعدلوا له صغره كده. انا وفرت كتير في الوقت. خلاص في برضو عندي ايه، في عندي البوليجون، وده البوليجون ده بيترسم وبعد كده احدد له عدد الاضلاع من هنا. تمام. وهنا بقى ما فيش ايه انسكرايب ولا سبسكرايب زي الاوتوكاد. هنا بترسمه وبتحدد له مثلا عايز سباعي، وباجي هنا كده ارسمه هو بيرسم لي الدايره جوه. خلاص يعني الدايره بتاعتي جوه برضو ستيل في دايره اللي انا احط الدايمنشن اللي انا عايزها. خلاص احط الدايمنشن على نقط من بره على الدايره من جوه زي ما انا عايز. خلاص لو الدايره اهي كانت 169 لو عملتها 180 هيعدل البوليجون كله. خلاص طب انا دلوقتي لو في امر عايز اطلع دايمنشنز مثلا عايز اطلع منها فبدوس سكيب. ماشي عشان ما حدش سكيب كده اطلع من الامر بتاعي واشيل بقى اللي انا عايزه. في برضه عندي ايه، في هتلاقي فلت والشنفر موجودين بيعملوا. نعملهم ازاي دولت برضه كده؟ عندي لو رسمت ايه نين لاين كده قلت ابدا من نقطه الاورجن وحطيت دايمنشن عشان الموضوع ده 100 وده برضو ايه خليهم 100 وجيت قدامي كده وده عايز اعمل فيه شنفر او فيلت. خلاص هقول لك الشنفر بيتعمل ازاي والفيلت بيتعمل ازاي. الفيلت هتحدد له الريديوس وتختار الخطين. الشنفر لازم بقى ايه تستخدمه بثلاث حاجات. خلاص هعمل الفيلت الاول وده الشكل الاساسي اللي بيبقى ظاهر ليك فيلت. هنا بيقول لك ايه انتيتيز تو فيلت، يعني اختار الحاجات اللي هيعمل ما بينها فيلت. اي امر تستخدمه في السوليد ورك تروح ايه راجع على الشمال كده تدوس على الامر ترجع على الشمال تبص، تدوس على الامر ترجع على الشمال تبص. خلاص شوف هو طالب ايه زي بالظبط الكوماند بار اللي كان بيظهر في الاوتوكاد تحت. طب انا دلوقتي ايه عندي بيقول لي انتيتيز تو فيلت، حدد له اللاين ده مش ده الفيلت هيظهر ما بين الاثنين لاين دول، وعمل لي بريفيو كده على الفيلت باللون الاصفر. عمل لي بريفيو طيب ده على الريديوس بتاعه 10 مللي عايز اعدله عدله هنا الاول مش هرجع احط دايمنشن. هو في امر الفيلت هحط الدايمنشن على طول فعدله هنا اقول له ده مثلا 15 او خلي كبير شويه عشان الناس تلاحظه 20 تمام اقول له اوكي. خلاص هنا بقى بيقول لك لو انت عايز تعمل اكتر من فيلت فمش هيطلع من نفس الامر، في اوامر تانية لما تدي الامر بتاعها يروح طالع لوحده. خلاص هو هنا بقى الفيلت اللي عمله هنا ايه عمل فيلت وراح شايل الزوايد اللي هو الترم بالظبط. طيب لو انا عملته 20 خلاص الدايمنشن اتحط 20 ممكن اعدل على الدايمنشنز دي لو عايزه ايه 25 برضو فهو بيعدل. خلاص ستيل ايه قابل للتعديل في الدايمنشن. طيب لو انا عايز اعمل شنفر بقى شنفر حاجات سبيسيفيك شويه لان احنا كنا نيجي اعمل شنفر ما بين حاجتين ما بين خطين كده كنا بنعمله بطريقتين او ثلاثه. ماشي اول حاجه لو الشنفر بتاعي بالشكل ده يبقى اعرف الطول ده وبعرف الطول ده صح؟ ده دي واحد وده دي اتنين. ماشي دي اول حاجه. طب تاني حاجه يعرف الطول ده واعرف الزاويه دي. خلاص او اعرف الطول ده واعرف الزاويه دي. فاهمين الكلمه اللي انا بقولها؟ اعرف يعني انا بعرف له الطول ده واعرف له الزاويه اللي هياخدها ريفرنس من الطول اللي انا هحدده له. تمام. طب تاني حاجه اللي انا ادي له ايه؟ ادي له طول واحد وزاويه 45 وبكده يبقى الطول دي واحد هو دي واحد هنا برضه. خلاص ده كده الثلاثه اوبشنز اللي هو بيديهم. طب نيجي نشوف الشنفر هتلاقي تحت الفيلت كده اسمه سكتش ايه شنفر دوس عليه عايز لي بقى بيقول لك ايه انجل وديستانس ولا ديستانس وديستانس. تمام انجل وديستانس هيشتغل مثلا ايه على 10 فاقول له ايه خلاص انا عايز اقطع 10 وعلى 45 اجي بقى هنا ايه اختار الخط ده وبعد كده الخط الثاني فهو هيعمل لي على طول ايه ترماته ويحط لي الايه
45، شوف ال 45 عملها منين؟ ليه اخترت الخط اللي فوق الاول؟ خلاص؟ طيب تعالى نعمله تاني. شنفر بتاعي هتلاقي انجل وديستانس وديستانس ديستانس. انا اشتغلت على الانجل والديستانس صح؟ طيب هشتغل على الديستانس والديستانس. ديستانس ديستانس هتحط له دي واحد ودي اتنين. دي واحد هخليها 20 ودي اتنين هخليها 10 زي ما هي. عمل لي ال 20 منين؟ من فوق، لان الخط اللي فوق هو اللي اخترته رقم واحد. تمام؟ طيب انا ممكن استخدم ايكوال ديستانس واحط له ديستانس واحده، لان قلت عليها بالظبط اللي هي دي واحد بتساوي دي اتنين. هقول له ايه؟ ايكوال ديستانس منين؟ ولا ايه؟ 20 مللي. ماشي؟ هتلاقيه عاملها لي كده واقول له اوكي، هيعمل لي ترم للاجزاء الثانيه. خلاص؟ ده كده الشنفر بتاعي. في بعد كده الترم موجود اهو. هعمل برضو ايه؟ يبقى الاوامر كلها اتشرحت مره واحده. عندي دايره كده مثلا. خلاص؟ عندي شكل كده زي ده، وعايز انا اشيل الجزء ده والخطوط اللي جوه دي كلها. هعملها ازاي؟ في حاجه اسمها ترم انتيتيز. هضغط عليه وبيظهر لي اوبشنز كتير هنا. مش هشتغل غير بحاجه واحده بس، باور ترم. تمام؟ الكورنر موجود لو انت ما بين اثنين كورنر. تالت حاجه ترم اوي انسايد، يعني هتحدد الباوندري بتاعتك وتقطع جوه بس، ما تقطعش بره. تاني حاجه ترم اوي انسايد، هتحدد له برده الحدود بتاعتك وتقطع براها. تالت حاجه ترم تو ايه؟ تو كلوز، يعني لو خدت بره زي ما هو عملك في البريفيو كده شكل الامر بتاعك بتستخدمه. طيب اللي هستخدم باور ترم بس، لان ده باور ترم بالنسبه لي لو انا استخدمته حاجه كده وانا ماشي هتلاقيه بيرسم لي الكيرف كده زي ما بتحرك. الكيرف اللي انا ماشي بيه ده تمام، اول ما يجي على اي حاجه هيقطعها حتى لو كانت حاجه زياده. تمام؟ فانا دلوقتي ايه؟ هستخدم باور ترم واقول انا عايز اشيل اللي جوه، يبقى عايز اللي جوه كده، مش عايز دول ولا عايز ده ولا عايز ده، وامشي كده. خلاص؟ كده انا عملت الشكل بتاعي. يبقى باور ترم افضل ولا اقعد احدد له الحدود بتاعتي واقعد اعمل ترمات؟ يبقى باور ترم بتاعي. ايه؟ بص الريليشنز دي تعالى بقى ايه نفنطها كده لو انت سالت. في برضه ايه؟ في حته جزء هنا ما خدناهوش. اول ريليشن عندي اللي ما اتكلمتش عليه اسمه ايه؟ جريديان. وده شكله عامل كده. لو انت ملاحظ انا رسمت من البدايه دايره. فاصبح الارك الاثنين ارك دول اللي مش نص دايره تمام؟ على محيط واحد. فاصبح عندي في ايه؟ في جريديان. طب تاني حاجه اللي هو رقم 26. رقم 26 ده الايه؟ ده الكولينير. اللي هو الخط ده مع الخط التاني وعمل ما بينه ايه؟ الكلام ده كله. كل ده هو عمل ريشز مع نفسه. ليه؟ لان استخدمت ايه؟ باور ترم. او استخدمت الترمات بتاعتي فانا رسمها من البدايه ان الخط ده فيرتيكال فهو فيرتيكال. تمام؟ فهو خلاص عايز الخط ده لما تحركه لفوق كده تاني يتحرك معاه. يحافظ لك على الشكل اللي انت عايزه. ما يبوظوش. برضه هتلاقي ايه؟ في علامه الكونسيدنت اللي انا رسمتها هنا موجوده اهي ما بين الدايره والنقطه. الخط ده والنقطه دي بتاعت نص دايره دي او الارك ده خلاص مش هيبان لان النقطه هي على الخط. ماشي؟ تعتبر ميرج. بص ميرج كونسيدنت الاثنين بيعملوا نفس العمل بس ده في حالات وده في حالات. خلاص؟ ماشي؟ انا عندي اثنين لاين كده والرايت برضو اول حاجه بعد كده لاين تاني. ايه؟ كونسيدنت لا مالهاش علاقه باي زاويه. يعني مثلا كونسيدنت ما بين النقطه دي والايه؟ النقطه دي. هيظهر معايا ميرج. ما ظهرش كونسيدنت صح؟ طيب لو جيت بقى انا قلت له النقطه دي والخط ده هيظهر معايا حاجتين. كونسيدنت واحده منهم. تاني حاجه ميد بوينت. يعني نقطه الميد بوينت دي هيجيب لي الخط ده في الميد بوينت على طول. ماشي؟ نفس الاوبجكت سناب الموجوده موجوده هنا. لا الميد بوينت الاند بوينت بس مش بيقول لك عليه غير وانت بتستخدم الريليشنز. ماشي؟ ده كده ايه؟ ده كده إيه؟ معظم الحاجات دي. في بعد كده الاليبس برده نفس القصه بتستخدمه بتعمل الاليبس الاثنين ايه؟ باثنين دايمتر
اللي هو الطول ده والطول ده، اللي هو الدايمنشنز بتاعته هتحط له ايه؟ تحط له ايه الدايمنشنز ما بين النقطتين دول مثلا، ما بين ايه النقطتين دول، وكده لو لونه ازرق. لو انا جيت بقى رسمت حاجه بعيده عن نقطه الاورجن خلاص، هاجي عايز اجيب السنتر بتاع الاليبس بتاعي ده هنا، فاضغط على النقطه بتاعه السنتر والنقطه بتاعه الاورجن واقول له مالهم؟ كوانس ما ظهرتش ميرج هنا خلاص، كوانس هتلاقيه قاله لي كده ايه ناحيه دي ماشي. في بعد كده عندي الاوفست، الاوفست ده نفس القصه، بس هنا بتحدد له انت الاتجاه بتاعتك يا اما بالماوس يا اما بالاوبشنز الموجوده عندك هنا. انت دلوقتي هنا الاوفست بتاعتك على ديستانس 10 مللي. طب هنا ما قالكش ايه سيلكت الانتيتيز بتاعك او الاوبجكت بتاعك، بس ايه انت بتيجي على الحاجه اللي انت عايزها تضغط عليها بيظهر لك بريفيو مع سهم اصفر كده، كلكم شايفينه ولا مش باين؟ السهم ده بيدل على الدايركشن اللي انت عايزه. طب هو هنا حاطط الدايركشن بتاعه لبره، الاوفست بتاعه لبره خلاص. طب انا اللي عايزه لجوه، اجي جوه كده هتلاقي السهم اتقلب معاك، تضغط كليك هيعمله لك جوه خلاص تمام. طيب انا ممكن اعمله بالامر ذات نفسه اللي هو اوفست ده، هتلاقي بيقول لك ايه ريفرس، هتلاقي عندك دلوقتي ايه في الدايمنشنز اللي هو الحاجه اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي، اللي هو انا لما شلت لو حطيت الدايمنشنز زي ما هي هيعمل لي الاوفست وتحط لي دايمنشنز ما بين الحاجتين، لو شلت الدايمنشنز ديت هتلاقي عمل لي اوفست من غير ما احط لي دايمنشنز، الفيلد بيحط دايمنشن على طول هنا في الاوفست، يعني بيديك اوبشن عايز تحط دايمنشن ولا لا خلاص. طيب في بقى لو انت مش عايز تيجي هنا خالص وعايز تستخدم الايه القايمه اللي على الشمال دي، هتقول له ريفرس هيعكس لك الاتجاه بتاعك خلاص، ده كبريفيو، لكن الثاني مجرد ما بيضغط كليك بينفذ ماشي. طيب لو انت عايز في الاتجاهين يعني مش عايز تكرر امر الاوفست مرتين، فبتيجي في حاجه اسمها ايه باي دايركشن، تضغط عليها يقول لك يمين جوه قصدي وبره تمام، او لو عندك خطين بيبقى يمين وشمال ماشي. طيب ده كده خلاص قلت له هحط لك دايمنشنز ما بين ايه ما بين الاثنين، ده كده امر الاوفست. حد مسقط حاجه من اللي انا قلتها؟ اسرع شويه. طيب عندي بعد كده خلاص انا عملت اجنور للكونفرتنج انتيتيز دلوقتي، هنشوفها بعد كده في 3 دي. فاضل بقى عندي الميرور، الميرور نفس العمل بتاعه، لازم يبقى عندي الاوبجكت بتاعي وفي لاين اللي هو هيعمل عليه ميرور خلاص. لو جيت دوست على امر الميرور بتاعي هيقول لي ايه انتيتيز تو ميرور، الحاجه اللي انت عايز تعملها ميرور، اختاره الدايره. بعد كده بيقول لي انت عايزه كوبي ولا مش كوبي، لو شفت التشيك مارك اللي على الكوبي ديت هيعمل لي ديليت للاساسي وينهو لي بس زي يس اور نو في الاوتوكاد. انا عايز اكوبي دلوقتي فهو بيقول لي ايه ميرور اباوت، لازم اجي هنا بقى وادوس كليك وبعد كده ادوس ايه على اللاين بتاعي ويعمل لي ايه بريفيو برده واقول له اوكي من هنا. كده إيه عمل لي امر الميرور خلاص، خلصنا الامر الميرور. فاضل بقى الاري اللي احنا كنا بنعمله، الاري موجود هنا في اي برنامج 3 دي اسمه باتر نمط تمام. طيب اسمه ايه؟ متجزا على حاجتين، اللينير سكتش باترن والسيركلر سكتش ايه باترن. اللينير سكتش باترن لو انا عندي دايره زي ديت وعايز اكررها في اتجاه اكس واتجاه واي خلاص. طيب بيظهر لي برضه قلت لك لما تستخدم اي امر بتلاقي على الشمال كده ايه القايمه بتاعتك، بتلاقي بيقول لك في اتجاه اكس وعلى بعد 10 مللي، ويقول لك الاوبجكت بتاعك ايه؟ 2. فهنا في الاري بيحسب الاساسي في العدد ده خلاص. طب انا زودت العدد بتاعي ده 5 مثلا، بس انا لسه ما عملتش سيلكت للحاجه اللي هيعملها ايه اري، هقول اري مجازا دلوقتي. بعد كده هاجي ايه اعمل سيلكت مثلا للدايره دي، هتلاقي قرره لي ايه كده. طب ال10 دي طلعت صغيره عشان مش حاطط دايمنشنز طبعا، فلو عارف الدايمنشنز احط اكررها مثلا اكبرها دلوقتي اقول له 100 كده، هتلاقي مكرر لي 5 بالشكل ده، ده في اتجاه اكس، في اتجاه اكس اللي هو الزاويه ايه زاويه 0، فهتلاقي الزاويه ديت موجوده فين؟ الزاويه 0 تحت. لو انا عايز على اتجاه مايل هديله الزاويه هنا، اقول له مثلا على زاويه 30 فهتلاقي ايه؟ وادوس في اي مكان فاضي هنا هتلاقيه ملك بزاويه 30،
مع ايه؟ مع اكس الاساسي بتاعه. خلاص؟ طيب هرجعه دلوقتي زيرو بس كده عشان اقول الدايركشن الثاني. طيب دلوقتي الدايركشن الثاني مش متفعل معايا، يعني ده دي اكتيفيت، ففعله ازاي؟ اللي انا ازود العدد واحد ده، خلاص ازوده مثلا بالسهم اللي فوق ده فتفعل معايا، هقول له ده 200 عشان يظهروا، خلاص عامل لك في الاتجاه اللي فوق. طب انا كنت عايزه في الاتجاه اللي تحت، زي في سهمين كده جنب الواي اكسيز، ده الريفرس دايركشن، ادوس عليه هنقول لك تحت. نفس القصه فوق، لو انا عايز في الاتجاه الثاني هيكسر لي الاتجاه الثاني، وبرده نفس القصه تحت هتلاقي ايه عامل لك على زاويه 270. خلاص اعدل الزاويه دي بتاعتي زي ما انا عايز. طيب هو هنا حاطط لك 270 ليه؟ لان المحاور بتاعتك لما عكست كده بقت ايه؟ في 270 تحت. يعني انت لو عكست كده هتلاقيه عملهم لك 90، يعني 90 واي تحت ايه؟ 270. لو انت عايز تحط انت الانجل بتاعتك بايديك، خلاص؟ ده كده امر الايه؟ اللينير سكتش باتر. طيب تالت حاجه بقى عندي اللي هو الايه؟ عشان الدايمنشنز ما بين بعضيها. يعني انا لو جيت قلت له بقى في الاساسي كده مش ده الاساسي بتاعي، لو قلت له انا عايزه 10 هتلاقيه عشان الدايمنشنز بس ايه؟ صغير. فاضل بقى الايه؟ البولار اري. هنا اسمه ايه بقى؟ هنا اسمه ايه؟ سيركلر سكتش باتر. هضغط عليه وهنا بيقول لك اختار الحاجه اللي انت ايه؟ عايز تكررها. فهدوس على الدايره دي. هتلاقيه مكررها لك حوالين نقطه الاوريجن. ليه؟ لان دي الحاجه الوحيده المتعرفه ليه. تمام؟ يعني انت لو عندك نقطه الاوريجن على مسافه معينه من الدايره ديت اشتغل عليها على طول. طب انت لو عايزها على دايره اساسيه، تمام؟ هترسم له الدايره بتاعته وبعد كده تقول له انا عايز على الدايره دي. خلاص؟ يعني انا تعالى نقولها عشان ايه؟ ناس ايه ما تبداش. عندي دايره اهي ورسمتها كده. هاجي بقى السنتر بتاع الدايره دي عايز يقع على الايه؟ على الدايره دي. فاقول له ايه؟ كونستنت. ودلوقتي انا عايز اكرر الدايره دي حوالين ايه؟ النقطه دي. فهنا في البولر او السيركل سكتش باترن، تمام؟ بيعمل ايه؟ بيعمل حوالين النقطه بس يكون في مسار دائري. تمام؟ فاجي كده اقول له ايه؟ اقول له سيركل سكتش باترن واختار الحاجه بتاعتي. طب هو عملها هنا على النقطه. تمام؟ لان دي الحاجه اللي متعرفه عنده. اعمل ايه بقى؟ اجي كده على النقطه دي واسحبها اوصل للنقطه الثانيه. ودي اسهل طريقه. ماشي؟ انا هقول السهل، مش هقول بقى الاساسي بتاعه، انا هقول السهل على طول. ماشي؟ اسهل طريقه، عايز يلف حوالين اي نقطه، شد النقطه اللي هو عندها ووديها ايه؟ النقطه اللي انت عايزها. انا لما عملت ايه؟ دلوقتي ايه؟ سيركل سكتش. هو واخد الكبير. تمام؟ وجيت انا اخترت ايه؟ اخترت الدايره دي. الدايره دي هيلف حوالين ايه؟ البوينت دي. اللي هي الاورجن، تمام؟ عددهم من هنا نفس القصه الناحيه الثانيه، تمام؟ عددهم هنا خلاص. وفي الايكوال سبيسنج عشان يعمل لك المسافات ايه؟ متساويه. خلاص. ودي الزاويه اللي هيكرر عنها عندها. هو شاف الزاويه من هنا لحد ما يتحرك هنا الزاويه دي. لو انا جيت بقى النقطه ديت اللي هو عاملها الاورجن انا مش عايزها، انا عايز النقطه اللي تحت، فاسحب النقطه كده اضغط كليك واسحبها لحد ما اوصل للنقطه الثانيه بالشكل اللي انت شايفه ده، وسيب الماوس خلاص وعدل العدد بتاعي زي ما انا عايز. لو شلت الايكوال سبيسنج هطلب منك ايه؟ دايمنشن انجل، يعني هتحسب له الزاويه اللي هو ايه ما بين كل واحده. فده طبعا حاجه صعبه، فخليها ايكوال سبيسنج. خلاص بقى عندي ايه؟ الدايره بتاعتي. هو انا ينفع اعمل النقطه اللي في النص فيكس؟ لا، ما انت النقطه ديت برضو انت بتعملها فيكس، بس لو موجوده عندك مش عايز ارسم. لو انت موجوده عندك نقطه الاورجن يبقى هو هيشتغل عليها برضه الاساسي. طب مش هشتغل عليها تسحب كده زي ما قلت لك، تحطها في النقطه اللي انت عايزها. هو في ضمن هو ده هي موجوده عندك، تلاقي جنب الفيلت على طول نقطه ايه. خلاص. طيب مش هنقول بقى الموف انتيز او الكوبي او الروتيت، هي نفس الاوامر، ممكن تجربوها. خلاص. انا دلوقتي هجيب سكتش دلوقتي وارسمه معاكم. الدوائر
بس اشوف السكتش فين. عندي سكتش زي ده اللي انا عملته كله دلوقتي هرسمه تمام. هرسم السكتش ده وابقى في سكتش تاني تبقى ترسمه في البيت بقى. وانا قلت كمان ايه تبقى ترسمه في البيت هوم وورك بس مش هتجيبوه يعني حاجه ليكوا مش هعرف صح كده خلاص. طيب دلوقتي شكلي زي ده قدامي طريقتين ارسمه. اول طريقه اللي انا امشي زي مين قال يكتب دايمنشنز وهو ماشي انجل. طيب عندي دلوقتي ايه الشكل بتاعي ده قدامي. لازم افكر في حاجتين. لو انا عندي سكتش 2 دي زي ده كده هرسمه على اي بلين صح. طب انا لو عندي الايزومتريك بتاعه هشوف هو في انهي بلان واختار البلان الصحيح من البدايه تمام. ما عرفتش اشتغل عادي مش ده مش 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 مش, مش قصه يعني. طيب دلوقتي هنبدا منين؟ انا قلت لك لما تيجي تبدا سكتش لازم يكون الرسمه بتاعتك من نقطه الاوريجن بتاعك موجوده على ايه على السكتش ده خلاص. طيب ابدا منين؟ ممكن ابدا من الكورنر ده ينفع. ابدا من الكورنر ده ينفع خلاص. بس نقطه الاوريجن تبدا ممكن اخلي نقطه الاوريجن هي الدايره دي تنفع برضه خلاص. انت تخلي اي نقطه من السكتش بتاعك موجود ايه موجود مع نقطه الاوريجن كوانسيدنت مثلا لان اي حاجه مع نقطه الاوريجن بيبقى الريليشنز بتاعها كوانسيدنت تمام. طيب انا مجازا دلوقتي مش هرسم بدايمنشنز هرسم بايديا فري هاند كده بقى احط الدايمنشنز بتاعتي خلاص. بس في عيب في الموضوع ده بس صغير كده ان انت لو حطيت الدايمنشنز بتاعتك كبيره وجيت خلاص عدلتها بقت صغيره جدا ممكن تلاقي خطوط ايه دخلت في بعضيها. ده العيب الصغير بس انت ممكن تلاحظه بعينك وانت شغال. فانا دلوقتي ايه هرسمه وبعد كده احط الدايمنشنز بتاعتي. هاجي على البرنامج كده هاجي اقول له لاين خلاص. وفي ما اتكلمناش على ديت بيقول لك از سكتش هوريزونتال فيرتيكال. ديت زي الاورسو اللي في الاوتوكاد بقارن عشان الموضوع يبقى اسهل. الهوريزونتال مش هرسم لك غير في الوضع الهوريزونتال بس. فيرتيكال نفس القصه. از سكتش زي انا بتحرك بالماوس خلاص. انا هسيب الديفولت بتاع از سكتش واجي من نقطه الاوريجن اللي هي كده على الشمال وابدا ايه منها ارسم السكتش بتاعي كده. وانا بتحرك بيظهر ايه جايد لاين مش هتشوفوها دلوقتي غير لما ادوس على الثانيه لونها اصفر. اول ما اجي عليها كده بتحول لونه الازرق. ماشي هرسم السكتش بتاعي شكل كده زي الموجود. واجي انا اجي عايز اخد امتداد النقطه دي فوق فاجي على النقطه واتحرك فوق تمام خلاص. وانزل كده وادخل لجوه وانا ماشي بيظهر الجايد لاين. الجايد لاين ديت عموديه ايه اكمل انزل تحت كده واخد بره عايز اخد النقطه دي ابتدى اجي عندها وانزل وبعد كده ايه انزل النقطه دي. طب تعالى بقى انا لما جيت اخدت ده لقيت الدنيا ايه اتعوجت معايا اعملها ازاي بالريليشنز بتاعتي. اول حاجه عايز اقول له الخط ده ماله فيرتيكال تمام هيعدل لي الرسمه. او ممكن اجي اقول له ايه النقطه دي والنقطه دي لو مثلا لو النقطه دي مش موجوده كده عايز النقطه دي والنقطه ديت على ايه على استقامه واحده اعملها ازاي. هنا بقى مش هستخدم ايه كولينيوم عشان بس هنا هستخدم النقطتين واقول له الاثنين ايه فيرتيكال اللي الكونيريا مع لاين ولاين. ايوه انا بقول انا مثلا عايز نقطه ماشي انا دلوقتي لو عايز نقطه ديت النقطه ديت مالهم مع بعض هعملهم ايه فيرتيكال. انا قلت لاين مع لاين مش عايز انا بديهم حاجات جديده خلاص. طيب كده انا عملت النقطه دي مع النقطه دي على طول. دلوقتي بقى هاجي احط الدايمنشنز بتاعتي على ده معايا ايه ده 30 وده 10 وده كده كله من فوق هنا 20 وهنا 15 هقول له ايه خلاص. تعالى بقى نشوف الايرور اللي المفروض يعني ما يظهرليش. هلاقي ده انا وانا برسم 723. تصور ال 723 ديت لو جيت انت قلت له 30 خلاص وصلت كده. طيب المفروض انا اعمل ايه؟ المفروض انا برسم كده هو بيظهر لي اللاين بتاعي من اول نقطه بيظهر لي بيقول لي انت كده في الميتينات صح؟ لا انا فاكر ان انا 30 هاجي كده يعني حاجه صغيره ولتكن 50 تمام. وبعد كده ايه ازوم كده بالسكرول بتاعتي خلاص واتحرك بقى فوق. ارسم اللاين كده تمام وادخل احط دايمنشنز
واقول له ده 30 لا لازم تحط ده ماشي. يا اما بقى هترسم اللاين بتاعك كده ماشي وترجع تحط له البايو بتاعه بس مش هتعرف برضه. ينفع احط اول ماشي ماشي عادي انا هكمل كده دلوقتي. الاقي بقى دلوقتي ايه عامل الشنفر بتاعي على زاويه كده. طيب في الامر اللي هو بتاع سايزنج لكام سكيل قصدك؟ في سكيل ما ده اللي في الاوامر اللي انا ما قلتهاش الموف والكوبي والروتيت والسكيل والاسترتش. خلاص هكمل كده واعمل برضو الشنفر بتاعي واخد الامتداد برضو صح المره دي بقى كده النقطه وارجع ايه النقطه بتاعتي كده. انا رسمت الرسمه بتاعتي بسرعه ما عدتش بقى ايه احط دايمنشنز واحده واحده. هاجي بقى بعد كده اقول له ايه ده كده 15 من النقطه دي الخط ده 20 تمام ومش فاكر اكتر من كده ده من هنا كده ده. طب ده مايل هتحرك لفوق عشان يعدل معايا. خلاص اقول له ده 7 7 ونص. خلاص ازاي تعمل دايمنشن بميل الاتجاه تحرك بالماوس حرك بالماوس هيجيب لك الدايمنشنز في اي اتجاه انت عايزه. بس ده كده الدايمنشن العمودية مش طول هو اللي هتقولي هنا عمودي. ماشي بس لا لو انا عايز اعمل فليت هترسمه كورنر وبعد كده تعمل الفليت بتاعك. خلاص هتيجي ده واحد وبعد كده ده واحد وربع او 12 ونص عشان بضرب في 10 يبقى هيجي كده ايه بسرعه ده كام؟ 10 من هنا هنا ايميشن النقطة دي او من الخط ده الخط اللي تحت مثلا هو دريفن عشان ايه معايا دايمنشنز هنا هي من النقطة ديت لتحت كام؟ 12 ونص صح؟ وبعد كده الجزء ده 7 ونص. طيب هنا بقى لما اجي اعدي دايمنشن لواحد اللي تحت اتعدل معاك. ليه؟ لان انت عندك خط تاني فيرتيكال فالخط ده مش هيتعوج هياخد الخط ويعمل له ستريتش معاك. خلاص؟ وده ايه 5 ولا كام؟ 2 ونص 5 اللي تحت بقى 5 ايوه ما النص بقى في 10 بقى في 10 تمام؟ اجي ايه اللاين ده كده اجيب النقطتين وده ايه؟ ده كام؟ 2 ونص. فاضل ايه بقى؟ هنا في خط لسه ازرق كده لسه ما اتعملش صح؟ فكده يبقى في دايمنشن ايه؟ ناقص. ادخل ابص كده على اللي انا عايزه ايه ده واحد وربع حطيته ولا ما حطوش؟ حطيت الواحد وربع يبقى اللي ايه ال 10 اللي فوق ده انا ما حطيتهاش. خلاص؟ انا حطيتها ومسحتها تاني. كده اصبح السكتش بتاعي كله لونه اسود. طب هنا بقى هعرف ازاي ان انا راسم صح او مش ناقص حاجه في السكتش بتاعي؟ هتلاقي في كلمه تحت كده ظهرت لك اسمها فولي ديفاين. كل ده وانا شغال هتلاقي ايه؟ اندر ديفاين. عملت كنترول زد كده هتلاقي ايه؟ اسمها ايه؟ اندر ديفاين. خلاص؟ طيب تعالى بقى نتكلم شويه على حكايه فولي ديفاين واندر ديفاين. يهمني في الرسمه بتاعتي تبقى فولي ديفاين. يهمني بس مش ملزم بيها. تمام؟ لانك انت لو جيت عملت شكل مثلا اي شكل انت عملته وجيت بعد كده عملت عليه تريم بعد ما حطيت الدايمنشنز بتاعتك عملت تريم هتلاقيه بيقول لك اندر ديفاين. خلاص؟ يعني مثلا الشكل اللي احنا عملناه وجا بعد كده فيه كوريديال والليله دي كلها هو كان ممكن اكون حطيت الدايمنشنز بتاعته فهيديني باللون اسود. اول ما اجي اعمل على طول تريم هيظهر باللون الازرق ويقول لي اندر ديفاين. ما شغلش بالي لان انا اعمل ريليشنز ما بين كل خطوطه الثانيه. انا رسمته من البدايه صح. خلاص؟ ما شغلش بالك. ماشي؟ الموضوع مش معقد لدرجه ان انت ايه خلاص لازم الرسمه بتاعتك تطلع اللاين ده مع اللاين ده كولينير وهكذا. خلاص؟ انت ايه اظبط الرسمه بتاعتك من البدايه وطلعت فولي ديفاين طلعت ما طلعتش سيبها زي ما هي. بس في بعض الرسومات هتلاقي نفسك ايه انت ما عملتش تريمات ولسه ايه في حاجه ناقصه. بس الكلام ده لما حد يديك شيت ويقول لك ارسمه. بس انت لما تطلع تشتغل بره يعني الناس اللي بتطلع تشتغل بره بتعمل ديزاين لحاجه. هي اللي بتحط الدايمنشن. فاهم الفكره؟ ما بتسيبش حاجه ايه؟
نسيها، حط الدايمنشن عشان خلاص هيعمل مانيفاكتشر الحاجه. خلاص انا كمل شغل لغايه الاخر، وفي مثلا دايمنشن مش عارفه سايبه. ايوه لو انت بتعمل ديزاين وخلاص الدايمنشن ده ما يهمنيش، في مثلا حاجه سايزنج كده مش لازم تحط له فيكس ده عشان تلفقها. لا انا قلت عشان يخليه اسمه. ايوه تلفقها، بقول لك تلفقها تمام. فانت انت ما تحاولش ما تعملش كده. لما بيبقى معايا سكتش زي ده فالدايمنشنز بتاعتي موجوده عليه، فحطيته على طول خلاص. ده كده ايه، ده كده اوامر ال2 دي، مفيش حاجه ازيد من كده غير الايه، غير الموف والروتيت والسكيل والستريتش خلاص والكوبي. الست حاجات دول، كوبي موف روتيت سكيل وستريتش، دول الست حاجات الموجودين عندك ايه ما قلتش عليهم، ودول سهلين جدا. لو بصيت بس على القائمة الشمال هتلاقيهم بيقول لك ايه تعمل ايه بالظبط، زي الاوامر اللي احنا استخدمناها بالظبط خلاص. طيب فاضل ناقص عندي حاجه بقى، احط الدايمنشن ليست بتاعتي اللي هنا، ناقص عندي ايه الدايره. كنا في الاوتوكاد لما نيجي نرسم دايره خلاص لازم نعمل لها سنتر لاين، لازم السنتر لاين احط له الابعاد بتاعته، ولازم ما بين البعد ما بين السنتر لاين واي لاين تاني الفيرتيكال او الهوريزونتال اللي معاه لازم احط له البعد بتاعه. هنا ممكن ارسم الدايره بتاعتي واحط البعد بتاعي من السنتر بتاع الدايره بس، فاهمني؟ او تحط ايه سنتر لاين زي ما انت عايز خلاص. في ناس بتحب ايه يبقى شكل الرسمه زي الشيت اللي هو موجود معاه خلاص، حاجه جماليه مثلا. لكن في ناس مثلا عايزه تخلص الشغلانه اللي في ايديها فبتحط الدايمنشنز من اي نقطه خلاص. يعني اما جيت اخد الدايمنشنز بتاع الربع ده، مش ده خط كنت ممكن ادوس عليه بس كليك، بس انا عندي نقطه الاوريجن اللي عامله الاكس والواي تمام مزولاني شويه، فرحت اعمل ايه؟ اتاخد من نقطه لنقطه وخلص نفسي ماشي. ده فاضل الدايره، فاجي اعمل بقى الدايره ايه؟ هاجي على الدايره بتاعتي كده واعمل دايره في النص في اي حته ممكن خلاص. بعد كده ادي له الدايمنشنز بتاعتي من النقطه ديت لتحت هي 10 10 حفظتها خلاص. انا برسم السكتش ده دايما بلاقيها في كل حته. فاضل الدايمنشن الثاني، هاجي من على النقطه، من على النقطه نقطه ايه تمام، وده هادي خلاص خلاص كده الدايره بتاعتي ايه موجوده. فاضل حاجه واحده بس الزياده اللي هو الايه القطر بتاع الدايره اللي هو كام 10 حاجات دايره كده ولا 10 خلاص. طيب حاجه مهمه جدا بقى وانت شغال كده، انا كنت بحط الدايمنشنز يمين شمال زي ما انا عايز. هنا بقى لما انت تيجي خلاص رسمت ده وحطيت له امر اكسترود مثلا طلعته 3 دي، وعايز بعد كده تطلعه في شيت زي اللي معمول، الدايمنشنز بالطريقه اللي انت حاططها ديت هتطلع لك بالظبط هي في الشيت. لان مش هحط مش هاجي بقى برنامج اذكى من ذلك اللي انا هاجي احط له الدايمنشنز تاني زي ما بعمل في الاوتوكاد. لا انا هنا الدايمنشنز اللي بحطها وانا برسم السكتش في البدايه في اول مرحله ليا هي اللي بتظهر في الايه في الدرون شيت اللي بطلعه خلاص. يبقى انا ايه، يبقى انا وانا بحط الدايمنشنز بتاعي احطها ايه بشكل كويس جدا عشان لما اطلع الدرون شيت بتاعي اجيب بقى الدايمنشنز بتاعتي يمين كلها الشمال كلها وهكذا خلاص. مع برضو العلم اللي انت ممكن تعدل بعد كده ايه في الدايمنشنز الثانيه تمام. وفي فيديو انا كنت حطيته في البوست بتاع حصري كان بيجي بعد ما رسم البارت بتاعه والناس اتفرجت عليه وجا عدل في الدرون شيت بيتعدل في البارت الاساسي، العمليه كونكتد مع بعضين خلاص. طيب انا جيت دلوقتي رسمت السكتش بتاعي، في حاجه لازم تاخد بالك منها، في اكس على الجنب كده وفي علامه السكتش اللي احنا شفناها في البدايه اللي هي يعني كمستطيل مش كامل كده، وفي علامه باك او اندو وهكذا. ديت معناها اكزيت سكتش خلاص. اللي تحت ديت كنسل يعني ايه؟ يعني السكتش اللي انا رسمه ده هيتمسح خلاص تمام. فوانت بتشتغل ما تجيش بقى بعد ما رسمت سكتش وتروح جاي اعمل ايه كنسل، تعمل اكزيت سكتش مش هيظهر لك غير البروفايل بس، دايمنشنز ريليشنز مش موجود. ايوه مش موجود. بعد ما تخلص السكتش خالص يعني طول ما انت راسم هتلاقي الحاجات دي كترت عندك. ويا سلام بقى لو بتعمل ميرور، الميرور بياخد الحاجات شبه بعضيها وبيحطها لك تمام. طيب دلوقتي السكتش بتاعه انا عايز ادخل اعدل عليه،
قلت لك اي حاجه انت بتنفذها هنا بتظهر لك فين؟ في الفيتشر تري مانجر. خلاص هتلاقي في بيسمى لك سكتش 1، وهنا بيسمي لك كل حاجه 1 2 3. رسمت لاين، لاين 1 لاين 2 لاين 3 لاين 4. رسمت نقطه بوينت 1 بوينت وهكذا، سيركل نفس القصه. خلاص طيب هنا سكتش 1 سكتش. طب انا عايز اعدل على ده، زي ما كنت بضغط على البلان وبعد كده ادوس ايه سكتش، هضغط على السكتش بتاعي وادوس اديت سكتش، هتلاقي فيه هاند بقت زياده بالشكل ده. دوس اديت سكتش وادخل اعدل زي ما انا عايز. خلاص طيب هدخل في اوامر ال 3 دي دلوقتي. خلاص انا خلصت السكتش بتاعي. ما بقول لك اهو، ما انت انا ده اللي قلته، قلت لك تيجي على البعد بتاعك كده تجيبه بقى بره كده، تجيب مثلا ال 20 دي كده 15 10 جوه، فاهم الفكره؟ وفوق برضو دي مثلا عايزهم على خط واحد كده برضو نفس القصه، ال 30 اللي تحت خالص دي هتطلعها فوق 7.5 كده. ما اضغطش دبل كليك بقى، انا بضغط كليك واعمل دراج، فاهمني؟ قدامي اهو بقى منظر العادي لحد ما ايه مظبوط. خلاص ده كده المنظر اللي هتلاقيه في دروم شيت. قول القطر مثلا اللي هو ال 10 ده دلوقتي، انا مثلا لو عايز اخليه كمنظر بيعمل لي ان هو يبقى ريديوس، يطلع سهل من الريديوس زي كده. ماشي، الحاجه اللي زي حاجه ثانيه بقول لك عليها دي اري، بقول لك اسمها باتر. خلاص بعمل لك كومباريزون وكده عشان تفهم الدنيا. طيب خلصت انا السكتش بتاعي، فاضل ايه بقى؟ خلاص السكتش ده يعتبر فيس. ماشي، والمقصود هنا بفيس اللي انت لما بتشوف الحاجه من الاليفيشن يعني المسقط بتاعك فانت بترسمه. بس خد بالك بقى هنا لما اجي استخدم اوامر ال 3 دي، تمام؟ في رولز تمشي عليها. اول حاجه لو انت بترسم قلم زي ده، خلي قلم زي ده، تمام؟ وجيت انت شايف في المسقط ده عباره عن ثلاث دوائر، فانت ايه هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي ترسم كام دايره؟ دايره واحده في سكتش واحد. خلاص؟ وبعد كده تطلع امر اكسترود بالطول ده، تمام؟ وبعد كده تيجي على الفيس الجديد وتعمل عليه سكتش جديد وترسم الدايره الثانيه. اسمع بس، هو كده نظام، نظام ان انت بتبني، ما تديش رياكشن للحاجه اللي بقولها صعبه. خلاص؟ هو الموضوع هنا بيمشي ايه؟ بيمشي اكنك بتبني مبنى طوابق فوق بعضيها، ده امر الاكسترود بيعملها كده. عكسه الاكسترود كات، الاكسترود كات ده بيعمل ايه؟ بيهد يعني بيقطع، تمام؟ بيقطع في الديستنس اللي انت بتديها له، زي بالظبط الاكسترود. يعني انت بتبني الثاني بيقطع. هنا الامر اكسترود اسمه اكسترودد بوس او بيز، في قدامه ايه؟ اكسترودد كات بوس او بيز برضه. خلاص؟ ففي هنا الامر والايه والمعاكس ليه. انا يهمني هنا ادي له سكنس بس كده للجنب 10 مللي. ففي قدامي اتنين اوبشن. اول اوبشن وانا لسه ستيل في السكتش بتاعي، موجود هنا في السكتش بتاعي، هاجي على الفيتشرز بتاعتي واختار اكسترودد بوس. وساعتها وده الاسهل ليا في الاكسترود، ساعتها هو يختار السكتش كامل زي ما انا رسمه، تمام؟ ويطلع بيه بريفيو كده ويديني السكنس بتاعه اللي هو ال 10 مليم، او اسمه هنا بقى مش سكنس، الدبس. خلاص؟ لو جيت كده على الدي واحد ده هيقول لك ايه؟ الدبس بتاعك. خلاص؟ هنا بقت ال 10 ايه؟ ال 10 مللي بتاعتك. خلاص؟ وهشوف بعد كده الاوامر بتاعتي. طيب ايه؟ ولو قلت له اوكي هعمل لك خلاص سوليد 3 دي. في الاوتوكاد لازم تعمله باوندري او ريجن، صح ولا انا غلطان؟ هنا مفيش الكلام ده كله. انت هتحدد له اللي بتاعته، تقول له اكسترود، هو بيقرا لك ايه؟ الجزء بتاعتك. تعالى نعمل كنترول زد وانا في السكتش. لو انا عملت اكزيت سكتش بقى وعايز ادخل ايه؟ على امر الاكسترود. خلاص؟ يعني انا عملت اكزيت سكتش لوحده، كنت انا في قائمه السكتش، جابني ايه؟ في الفيتشرز. هو خلاص عارف ان فيه سكتش موجود، فهيدخل في اوامر ال 3 دي. هاجي بقى اقول له اكسترود ايه؟ بوس او بيس. هتلاقيه ما عملش اي حاجه. خلاص؟ هو كده خلاص اخر حاجه انت عملتها كنت في السكتش، فقرا السكتش، هنا ما قراهوش. بقى هدي هنا ما قراهوش. فخليه يقراه ازاي؟ هتلاقيه بيقول لك ايه؟ سيلكت، هو بيقول لك ايه؟ اعمل سيلكت البلان، تمام؟ او اختار اكزيت سكتش، تمام؟ اكزيستنج سكتش. طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي على اي خط من دولت واضغط
لاحظ بقى ايه اللي حصل هنا. اللي حصل هنا اللي هو ما اخدش الدايره اللي جوه وقطعها لي. ليه؟ لان الخط اللي انا ضغطت عليه كليك كده هو ماشي على الخط ده كانه بيمشي في لوب كده ورجع لها تاني، فما شافش الدايره اللي جوه. خلاص، فالسكتش بتاعي انا رسمه وحط دايره جوه عشان اعرفك ان الاكستروب بتاعك بالطريقتين هيحصل معاك ازاي. طب هل وانا كده اقدر اعمل اشيل الدايره اللي جوه؟ ينفع في الفيلت، تمام؟ في الفيلت انتيز كان بيطلب مني الحاجه اللي ايه اللي هعملها. خلاص، لا يقطع ما بينها، هعمل بينها فيلت. هنا برضو موجود بس هنا اسمها سيلكت كونتورز، يعني الحاجه اللي انا برسمها اللي هو البروفايل اللي انا برسمه ده اسمه هنا ايه؟ كونتورز. تمام، سيلكت كونتورز ده هتلاقيه عامل سكتش 1 كونتور، نسميه سكتش 1 كونتور اللي هو اخذ اللوب اللي هو عايزه. طب انا عايز اشيل الدايره اللي جوه، الدايره اللي جوه موجوده صح؟ اول انا ما اجي اقرب من الحاجه بتاعتي كده هتلاقي فيه علامه كده اكنها زي سيرفس مقطوعه كده، لا انتوا بتشوفوها بقى كده مش ظاهره شويه، شايفينها كده؟ العلامه دي ممكن انا اضغط على السيلكتد كونتور ديت واجي على الدايره كده واقول له شيل الدايره، اضغط على الدايره واقول له شيل. خلاص، يبقى امر بيشتغل على طول. لو في دوائر حاجه عايز اقطعها من البدايه انا ممكن بعد كده ارسم الدايره على الفيس الثاني وبعد كده اقطعها، هنا بيشتغل على طول، بعمل سيلكت للحاجه بتاعتي. خلاص، هو ايه الفرق بين الحاجتين اللي انت في الاول والطريقه دي؟ لا لا، الفرق فيهم اصلا في الامر بيتم امر ايه؟ الاكسترود يعني. في الاكسترود لما لقيت في السكتش بتاعي اهو، انا لسه ايه عملت ايه سكتش او انا لسه في السكتش بتاعي. خلاص، ده من السكتش، تمام. ده اخر حاجه انا اشتغلت فيها صح؟ لو جيت قلت له فيتشرز قلت له اكسترودد، خلاص هو اختار، خلاص اختار الدوائر، اختار الحاجات كلها، اختار اللاينز والسيركل وكل والنودز وكل حاجه من دي، تمام. وكده هدي له الدبس بتاعي وهيعمل. اما في الثاني عملت اكزيت سكتش، فاصبح ايه؟ هو مش شايف السكتش اللي شغال عليه، فلما اجي اعمل اكسترود بوس مش شايف، فعملت ايه؟ ايوه، هنا ما طلعش، فانا لازم اعمله سيلكت. هناك انا اخر حاجه اعمل لها سيلكت، تمام. بعد كده هتلاقي في سيلكت كنترولز لونها ابيض كده، لازم اكتبها وادخل اختار ايه الدايره بتاعتي. كنت علمت على الدايره الاول؟ لا، ما هو تعلمت على الدايره الاول هياخد الدايره بس، بياخد اللوب بس. يعني انا قلتها انت بتحدد له حاجه فبياخد النقطه دي بيلف على المسار الموجود لحد ما يوصل للنقطه تاني، هيسيب لك الباقي، تمام. اتفضل. دلوقتي في الخطوه بتاعت سيلكت السكتش، لو انت طلعت بره وبعدين عملت بيقول لك سيلكت، انت لما تيجي تعمل سيلكت مفيش مستطيل اللي هو بيحدد لك كل حاجه ده زي في. لا لا لا، انت بتحدد بكليك، تمام. بص، امر الاكسترود خليك دايما كده اشتغل وانت في السكتش. خلاص، انا بقول لك اف انت ايه طلعت من السكتش. خلاص، طيب معلش حاجه تانيه، احنا دلوقتي الاسطوانه اتفتحت لك من ناحيتين، طب انا عايز مستطيل، يعني انا مش عايز تتفتح كده من البيرو ده، يعني انت عايز مقفوله من ورا. مقفوله، يبقى مش هترسمها من البدايه وهتيجي تقطعها. مش هرسمها من البدايه، مش هرسم الدايره اصلا. وهتيجي ترسمها في ترسمها على الفيس وتقطعها، ترسمها على فيس من ال 3 دي اللي ظهر قدامك ده. ايوه، لان هتيجي دلوقتي كده ايه، خلاص تعالى نعمل اكسترود، اقول له ده سوليد عندك صح؟ تيجي على فيس من ده تضغط عليها هتلاقيه برضه بيقول لك ايه في سكتش، فهو اتعامل مع الفيسز الموجوده عندك في الجسم على از ايه از بلان، تمام. وارسمها له دايره، وارسمها له دايره في المكان اللي انا عايزه. خلاص، الدبس ده ما خلوش في الدبس بتاعك، وهستخدم اكسترود كات بس سيبها دلوقتي مش هدخل في اكسترود كات. وطبعا الدبس ايه يا باشا؟ الدبس كله انت هتحط له القيمه بتاعتك، مش انا كنت بحط الدبس بتاع الاكسترود؟ ايوه، ما يبقاش بحط له الدبس كله، يبقى مثلا نص او ربع زي ما انا عايز. طيب، انا دلوقتي انا شغال في الفيتشرز بتاعتي وقلت له اكسترود. طيب، هنا بقى الدبس بتاعي 10 في الاتجاه ده، برضو نفس القصه. لو انا عايزه في الاتجاه ايه المعاكس، هاجي منين؟ تلاقي السهمين الايه الاخضر والازرق ده، اي حاجه انت عايزها في اتجاه معاكس يعني هتلاقي سهمين بالشكل ده في الاي في الحاجات اللينير، تمام. اما لو حاجات زي ريفولف الدوائر والكلام ده كله هتلاقي عامل لك ايه سهم كبير عباره عن
نص دايره كده سهم صغير ايه ازرق واسود. تمام الفكره؟ هنا في اوبشنز في الاكسترود. تمام؟ اول حاجه اسمها بلايند. بلايند ده يعني اعمى. يعني هيمشي زي ما تقول امشي يمين هيمشي يمين، امشي شمال هيمشي شمال، امشي 10 مللي هيمشي 10 مللي، امشي 100 هيمشي 100. تمام؟ خلاص؟ اتفقنا على كده؟ طيب في بقى الاوبشن الثاني اللي هستخدمه انا دلوقتي اخر واحد اسمه ميد بلين. خلاص؟ ميد بلين ده لو ضغطت عليه هتلاقي السكتش بتاعي بقى في نص جسم السوليد. ايوه بس ستيل برضو المسافه ما بين الايدج الفيس ده والفيس الثاني 10 مللي. خلاص؟ انا بلايند اهو. تمام؟ السكتش بتاعي اهو. السكتش بتاعي اهو. لو انا عندي حاجتين انا رسمت حاجه كده وهي سيمتريك حوالين السكتش. فانا عايز النص شمال ونص يمين. خلاص؟ فاجي ايه من بلايند كده واقول له ايه؟ ميد بلين. وبرده نوتس من عندي اي شكل سيمتريك حوالين السكتش بتاعه اعمله ميد بلين. خلاص؟ ليه؟ بعد كده في الاسمبلي هتحتاج الميد بلين دي. خلاص؟ خدها كده لحد ما نوصل للاسمبلي ان شاء الله هتحتاج الميد بلين اللي انا بعملها. ممكن تشتغل بلاين بس هتحتاج ان انت تعمل بلين في النص. فاصبح ده امر زياده. انا من البدايه بعمل السيلكت بتاعي وانا عارف انا ماشي رايح فين. ينفع بقى ده نص وده نص؟ ينفع بس هترسم ده لوحده ولا كده لوحده؟ لا وهي كده. وهي كده؟ لا. طيب هكمل وكل الاسئله اسالها بعد ما نخلص الامر ماشي؟ عندك طيب لو خدتوا بالكم انا بتكلم كل ده في ايه؟ في دايركشن 1 تمام؟ في دايركشن 2 مش هيظهر دلوقتي. لو انا في البلايند هتلاقي بيقول لك في دايركشن 2. خلاص؟ دايركشن 2 دايركشن 1 اللي هو الناحيه دي واعمل لك سهم اهو. واقدر برضو ايه بدل ما اكتب هنا اضغط على السهم كده واتحرك بايديا وهتلاقي ايه في مسطره بيدرج لك كده لحد اللي انا عايزها. انا بستخدم الماوس على طول. يا اما بقى ايه طب انا عايز الناحيه الثانيه كمان، عايز دي مثلا 30 والناحيه الثانيه 10، هعملها ازاي؟ هاجي اقول له ايه دايركشن 2 واكتبه كده وادي له ايه هتلاقيه عمل لي ايه الناحيه الثانيه كده وعمل لي سهم برده الناحيه الثانيه. هاجي بقى ايه اقول له ايه انا عايز دول 10 الناحيه الثانيه عملها 37 وممكن ايه اتحرك بقى زي ما انا عايز برده واقول له اوكي كده هو عمل لي ايه السكتش بتاعي ما بقاش في النص بقى ما بين اثنين دايركشن. اول دايركشن الناحيه الثانيه 10 37 ودايركشن 2 10. خلاص هتقابلك في حاجات ممكن تعملها ممكن ترسم. خلاص ده اكسترود بس في تو دايركشن. تعال نكمل امر الاكسترود هو طويل معانا شويه بس ايه هو استخدامه كتير. اول حاجه معايا ايه بلاين. تعال نشوف الحاجات التانية مش هتقابلني دلوقتي بس هتقابلني بعدين وانا برسم. في حاجه اسمها اب ايه اب تو فيرتكس. فيرتكس ديت النقطه التانية بقى اللي هي اب تو فيرتكس. اب تو فيرتكس لو انت عندك بادي تاني تمام مرسوم في حته عملت عليه امر وعايزه يوصل لنقطه عليه او لاين عليه بس فانت مش عارف المسافه ما بينه. عندي ده البروفايل بتاع السوليد وده بروفايل تاني وعايزه من هنا يوصل لحد ايه لحد القلم ده مثلا. خلاص فايه حدد له بس نقطه دي الفيرتكس بتاعتي. طيب تاني حاجه اب تو سيرفيس. لو عندي سيرفيس كده ومش عارف المسافه برضو انا بعمل ديزاين فلسه بحط ابعاد كده مش نهائيه فبقول له ايه انا عايزك تعمل اكسترود من هنا لحد ما توصل لهنا فبقول له ايه اب تو سيرفيس وبعمل سيلكت الايه للسيرفيس الثاني يعني اب تو فيرتكس فيرتكس بختار نقطه وخط مش هتلاقي مش هتقابلها كتير تمام. السيرفيس هتختار ايه فيس اب في بقى هتقابلك بعد كده لما يبقى عندك تو جسم وفي حاجتين كده لو جسم عامل كده وانا برسم على الفيس ده ولح هناك. خلاص في حاجه اسمها اب تو نيكست. النيكست بتاعه ايه الفيس ده لو عندك فيس تاني كده ده ايه ده النيكست بتاع ده النيكست بتاعه يعني هو واقف هنا النيكست بتاعه هنا. طب لو انا واقف هنا النيكست بتاعي الناحيه الثانيه
فاهم الفكره؟ وبرده بتحكم في الدايركشن بتاعه الناحيه ده والناحيه اللي بعديها. ايوه بالظبط. في بعد كده اوفست فروم سيرفيس. يعني ايه اوفست فروم سيرفيس؟ يعني انا قلت له يوم هو نفس الامر بتاع اب تو نيكست بس هيوصل للنيكست ويقف، وده الاوفست بتاعي. خلاص وصلت كده؟ وصلت. لما كنت انا رسم حاجه هنا، طب بقول لكم حاجه ننفذها احسن اسرع. ماشي لو انا رسمت حاجه زي كده جيت قلت له اللاين ده مايل فانا عايزه ايه فيرتيكال، قلت له ايه اكستروديد. لو عندي حاجه زي كده ورسمت له هنا هنا ايه سكتش، قلت له سكتش على الفيس ورسمت له دايره، خلاص الدايره دي انا عايزها ايه تعمل بار كده لحد ما توصل للفيس الثاني. فاجي اعمل ايه من فيتشرز اختار اكسترود، هو اخر حاجه انا استخدمتها ايه الدايره، فهيجي اقول له هنا ايه اب تو ايه نيكست، هتلاقي النيكست بتاعه فين هنا. خلاص اقول له اوكي خلاص بعمل. طب ايه الفرق ما بين السيرفيس كده ولا حاجه؟ السيرفيس لو انا عايز اختار سيرفيس معين، لو انت عندك كذا سيرفيس كده تمام، ده وده انا عايز لحد حاجه معينه فبحدده. ماشي سيرفيس بعديها بعد كده هيعدي من... ممكن يعدي عادي لو في عندك كذا سيرفيس ورا بعض. اب تو نيكست هو البدايه الاول حاجه بالنسبه له، لو انا عايز اعدي بعديها اقول له الفيس للسيرفيس ده. يعني انا لو استخدمت اب تو سيرفيس دلوقتي وجيت قلت له السيرفيس ده عدى ليه؟ خلاص؟ طيب انا دلوقتي لو عايز ايه؟ كلاينت اوفست فروم سيرفيس تمام؟ اختار له السيرفيس وبعد كده ادي له ايه؟ الاوفست بتاعي اوفست تمام؟ اخترت له السيرفيس بتاعي والاوفست بتاعي بقى 37، عايزه 30 10 بس عشان يبان، ودوس في اي مكان فاضي كده الاقي عمل لي اوفست من هنا 10 خلاص؟ اوكي عمل لي كده ماشي؟ طيب حاجه تعملوها في البيت بقى عشان لو حد هيرسم، انا دلوقتي لما كنت باجي اعمل سكتشاتي كلها كانت لازم ايه السكتش بتاع عمود عليا خلاص؟ فالعمود عليا دي بتتعمل بحاجه اسمها نورمال تول. يعني انا لو جيت كده نقولكم على دي بعدين، لو جيت انا على البلاندا كده وعملت له سكتش هلاقي مايل، انا عايزه عدل كده عشان اتحرك بقى هوريزونتال فيرتيكال زي ما انا شايف السكتش بتاعي. هعملها ازاي؟ هاجي على السكتش اللي انا عامله واقول له ايه نورمال تو خلاص. انا عندي نورمال تو وجنبها زوم تو سيلكت، زوم تو سيلكت هتختار ايه الحاجه اللي انت عايزها، بس انا عايز النورمال تو عشان تتعادل قدامي كده. طب انا كل شويه هتعرفكم الحكايه نورمال تو دي خلاص، تعرفكم كتير كل ما تيجي ترسم سكتش لازم تعمل نورمال تو. فالحاجه اللي هتعملها في البيت هتيجي هنا على في الحته الفاضيه دي كليك يمين تنزل تحت خالص لحد ما توصل كستمايز تمام، تضغط عليه. تيجي بقى في هنا فين في الكوماند دي، هنا المفروض هتجي لك في التول بارز في البدايه، تدخل على الكوماندز تمام وتنزل لحد ستاندر فيوز تمام، وتختار النورمال تو وتشدها تحطها الناحيه دي، بقت عندك كده. طب ليه اختصار كنترول 8 خلاص 8. لو جيت عليها كده عايز تعرف اي اختصار خش الناحيه دي الحته دي وتعالى هنا هتلاقي بيقول لك مثلا الفيو بتاعك البوتوم كنترول 6 ده كنترول 8 وهكذا. ماشي ده كده النورمال تو. لو مايل كده هقول له نورمال تو هيتعدل. طول بار ينفع، بس هو هنا الراجل عملها حلوه، حاطط لك ريبنز وفيتشرز وسكتش. ما ارجعش انا بقى ل 2003 تمام، واقعد احط له ايه زي الاوتوكاد بتاع 2007. ماشي انت هتلاقيني ايه بحب الحاجات الجديده. حلو انت لما عملت النورمال تو خلى لك الزر بتاعك اضغط عليه نورمال تو تاني. ماشي طيب في حاجة تانية كده بسرعة يعني مش هتلاقيها كتير قوي،
لو انا دلوقتي عايز ارسم ايه، عايز ارسم ايه مستطيل كده وادي له امر الاكسترود بتاعي خلاص وعمل كده، وعايز اقطع فيه الجزء بتاعي فارسم على الفيس ده عشان انا استخدم الاكسترود كات برده عشان لو رفعت لكم شيت ولا حاجه تبصوا عليه، ورسمت له المستطيل تاني جواه كده وقلت له الدايمنشنز من هنا للخط ده 10 النص دي اللي هتبقى 10 من هنا هنا 10، وجيت هنا قلت له بقى ايه فيتشرز واكسترود ايه كات تمام. اكسترود كات في نفس الايه نفس الحاجات اللي موجوده في اكسترود بس فيها كام اوبشن زياده كده بنتكلم عليهم ايه لما يجوا وقتهم ماشي. هقول له ثرو اول خلاص هيقطع ايه اي حاجه في وشه زي البلاند بس ايه يقطع اي حاجه في وشه، فاقول له اوكي خلاص. انا دلوقتي اخدت قد ايه عشان ارسم حاجه زي دي دي دي. طب في حاجه بتتعمل في سنتين؟ لا بص بقى تعالى كنترول زد كده لحد ما اوصل للسكتش بتاعي مثلا سكتش اهو صح؟ هي إيه انت خد بالك اللي انا لما قلت له 10 10 10 مللي من هنا يعني السكنس بتاعه اللي هو ماشي بيه 10 مللي خلاص؟ هاجي اعمل اكسترود اختار الحاجه بتاعتي مثلا او انا في السكتش بس بقى مش هختار ايه دايركشن 2 او دايركشن 1 هقول له حاجه اسمها سين ايه سين فيتشر. سين فيتشر ديت هتعمل لك الايه؟ الرسمه دي وادي له ايه؟ وادي له الحاجه بتاعتي. وفي 1 دايركشن او 2 دايركشن او ميد بلين فاهم الفكره؟ يخلي السكتشات يا 1 دايركشن يا بره يا جوه يعني 1 دايركشن اهوت ده كده بره صح؟ السكتش بتاعه الازرق جوه لو عكسته يعملوا لك جوه العكس. طب انا عايز 2 دايركشن احدد له الابعاد، عايزه 100 بلين احدد له بعد واحد خلاص؟ اقول له اوكي. ده كده امر اكسترود من اي تو زد ما عدا الحاجات اللي ما بتلمش. مش بص هو فكره سين فيتشر اللي هو بيحط لك سيكنس على البروفايل بتاعك، يعني انت ماشي كده وكده 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 اي حاجه ها؟ ده طبعا عشان تيجي ترسم شكل جواه تعمل اوفسيت، ممكن تعمل اوفسيت تمام؟ بس انا عملت اوفسيت ولا وكده كده هعمل اكسترود تمام؟ وادي له البعد بتاعي وادي له البعد بتاعي، هاجي بعد كده ايه؟ اقول له سيم فيتشر وراح نفسه لو حاجه موجوده عندي، دي اوبشنز وحطيتها لك وممكن تستخدمها ماشي؟ ايوه لو هتعمل اكسترود كات يبقى ترسم من اول جديد خلاص؟ اللي فات خلصت ماشي تم المره الجايه عادي مع الخليج اذا كنت ناسي اعرف شكلها مش فاكر تكره ولا